على شذا اف ام برنامج البطوله المعد ديالكم اليومي من الوحده حتى الثلاثه من اثنين حتى الجمعه. كابتن فخر الدين اهلا وسهلا. اهلا منير مراد وجميع الصديقين وصديقات البرنامج. كي داير مع الصحيحه؟ الحمد لله اللهم لك بخير. واش تكبادي واحد البرنامج برا بعدا قبل ما ندخل؟ الدراري يعني. والله اذا درت واحد الاستوديو تحليلي تما تبارك الله الدراري ظريفين. ناري شحال من كنناقشوا معاهم ناري شحال من وراه شي اللي كاين مي يكون شي حاجه ديال كوب دي موند كوب دافريك اللي بغيتي وداد الرجاء كلشي كيتجمع جميع الاحداث خاصكم التبابيل جميع الاخبار الرياضيه كتحط والله الا او زعما داكشي بروفيسيونيل داك المهدي المهم كتصنط خصك تصنط وصافي تصنط انت ديما خصك تصنط لا خصك انت ماشي انت اللي تهضر خصك تدلي بالدلو ديال لا بالعكس انت تصنط امونير هاد الناس خصك تصنط لهم باش تعرف اش كاين تحت من بنادم ما ترك غادي تهضر ما كاين مشكل ترى مع كل اسف شي ثلاث العباره ديالك تدلي بالدلو الدلو شنو هو في الثقافه ديالنا حنا هو السطل وما اكثر هذا الجانب هذا الله يسمح لهم ما اكثر شنو هو مراد مراد اللي قال انا ما قلتش انا ما قلتش مراد اللي قال تحيه لكل الاصدقاء كل المتتبعين اللي غادي يتبعوا معنا حلقه اليوم المستمعين ديالنا وكذلك المتتبعين في قناه شادا اف ام في اليوتيوب سته ديال المتاهلين دور الربع في منافسات كاس افريقيا وبقاو جوج غادي نتعرفوا عليهم اليوم من خلال جوج ديال الماتشات مالي بوركينا فاسو والمغرب جنوب افريقيا الفريق الوطني المغربي حصة تدريبية البارح تصريحات ديال وليد الركراكي في الندوة الصحفية نهاية الكان بالنسبة لبوفال احتمال عدم احتمال غياب حضور حكيم زياش هاد السسبانس لموضوع جاهزية مزراوي عدم جاهزية مزراوي شنو البدائل كلها أشياء بدا فيها النقاش من البارح إضافة لواحد لابوليميك اللي مقسم على شقين الاشقاء المصريين الله يجازيهم بخير تا هما خداو داك التصريح ديال وليد الركراكي اللي سمعناه البارح قالوا لا علاش هذا كيقول لك حنا ما لاعبينش باسم العرب وكذا 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 ايوا الاشقاء المغاربه لداخل ما هضروش مع المصريين كيهضروا على اللي طرح السؤال على وليد الركراكي ماشي قالوا لوليد الركراكي علاش قلتي داك الشيء كيعاتبوا واللي طرح السؤال هو ايمان علاش طرحتي السؤال ما انا بغيت نعرف هذه العقليه هذه ديال هاد الناس انا كنعرف ندوه صحفيه تسمى ندوه صحفيه غنحاول نقولها الصحفي كيطرح السؤال اللي بغى وبالطريقه اللي بغى ولكن اللي كيكون جالس واللي بعقله هو اللي خصو يجاوب بشي طريقه وفيها هاد الحسابات كاملين والله يجازيكم بخير باش نعاودوش نرجعوا لهاد النقاش غادي نبقاو اليوم في الكره واكيد ان غير الكره راه فيها الكثير ما يتقال وخاصه بعد الماتشات اللي تلعبوا البارح والنتائج اللي تحققت البارح واش تحترم المنطق ولا ما تحترمش المنطق لانتونسيتي باش داروا هذوك الماتشات الخصوم المحتملين ان شاء الله بعد ما ندوزوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الشيء غادي كيقصح في منافسات كاس افريقيا للامم ولكن واحد المنطقه فخر الدين بغيت نسولك عليه ذاك الفريق اللي كيكون تروازيام ويقدر ما دار حتى انتصار ويقدر تسجلوا عليه بزاف وكيدوز لدور الربع وفريق اللي يمكن دار تسعود وما خلى ما دار وفي ماتش ديال الويتام كتقدر تقلب عليه واش هذا الشيء راجع للنظام ديال المنافسه اللي كيتيح لك لوك ديال الطريقه شوف لا كوب دافريك معروفه بهذه الطريقه ديالها واكثر من مره ماشي اول مره ما غاديش نتفاجئوا حنا دائما كنقولوها هذا العام بزاف داري وهذا العام بزاف لانه كانت المجموعات اللي كانت هي اللي خلقت هذا المشكل هذوك المجموعات كون كانوا فيهم الكلاسمون مزيان يمكن ما كنتش تشوف كوت ديفوار نهائيا تشوفهاش ما تشوفهاش يا ما تشوفهاش واحد عدد كبير ديال المنتخبات ولكن التنقيط اللي كان في المجموعات خلاك تختار مالين ثلاثه ديال النقيطات وكتقدر ذاك المره في المجموعه ديال مصر كانت جوج كانت تقدر تدوز اللي جبت بواحد المعادله كانت هي تتكلموا عليها كانت غادي تدوز بجوج وهذه كانت غتكون عاوتاني ما كنسميهاش انايا نسميها كارثه كرويه في افريقيا لانه علاش كارثه الا كان تنقيط بحال هكا تنقيط نقول لك راه كارثه بالنسبه للكره ملي كتشوف هذاك جوج نقيطات تاهما غادي يدوزوا اذا هنا راه ما ماشي مساله حظ كتولي مساله داخله فيها عوامل اخرى على اي عدد كبير من المنتخبات كانت تقدر توصل للمبتغى ديالها بواحد ثلاثه نقيطات بدون انتصار مستقبلها الشباك ديالها عدد كبير من الاهداف ومنتخبات اخرى اللي حققت العلامه الكامله تقريبا او تقريبا وصلت لسبعه نقيطات
قدرات ما توصلش للمبتغى ديالها, وهذا هو الحال ديال اللي كيطيق بكره القدم, غير اللي هو فهمتي اللي ما عاش في كره القدم وما عرفش شنو هو الحيتيات اللي كيتجرى في كره القدم. هي هذه الحلاوه ديالها, هو هذا دور الفوتبول وسيرتو الفوتبول الافريكان. حنا ما كندويو على العالمي, العام اللي كنوصلوا لكوب دي موند كنشوفوا حويجات, في كوب اوروب كتشوف حويجات. اليوم انت دابا في كاس افريقيا انت كتشوف بزاف ديال المسائل اللي واحد عدد كبير من المتبعين تيقدروا ما تدخلش لهم العقل ديالهم. تقدر تكون جالس معاه انت وتعطيه واحد الحل وتقول له فوالا, يقول لك لا ما تنضلش. الوغ هو في الكوره المنطق لا يحترم قليل, فاش المنطق الكوره عندها منطق ديالها, المنطق ديالها كره القدم, وكتقدر تدخل تغالي تجري الدار معايا تهجم عليا منير دير ماشي بالضروره تربح, دير اللي بغيتي تشدني في الكاري 18 متر هذاك الشيء وفات كوت في الاخر ما كدير والو. فحال دابا نعطيك على واحد القضيه, بحال دابا المنتخب الجزائري تعطيه ذاك المباراه ديال موريتانيا عاوده يقدر ينتصر عليهم ثلاثه ولا اربعه, حيت غادي يعرف بان 10 غير ربح سعود ما عندي ما نسالك. ولكن في ذاك الوقت في ذاك النهار بالضبط ديك التدخلات القويه ديال الموريتانيين بداك عدم النجاح ديال المنتخب الجزائري ديك لا ريوسيت اللي ما كانش بزاف ديال الحويجات ما كان. انا نعطيك واحد المثال ومازال غادي نرجعوا لي. شوف دابا لي موريتانيا البارح هما تيتقاتلوا مع ذوك الكاب فير الاخرين شاد ديال الكره كيمشيو مره كيديروا. موريتانيا كانت واحد الوقيته تقدر تقتل الماتش, تقتل الماتش ما بقاش غادي ترجع الكاب فير لان ديك التدخلات ديالهم قويه شدوهم البارح لي كرومب. كيبان عليها انه اللي كيتعذب دائما شكون هو ذاك الفريق ولا المنتخب اللي كيضرب تمارا اللي كيتعذب هو اللي كيتعذب اكثر. كان العياء البارح عند عدد كبير من اللاعبين الموريتانيين, ومني غادي تجي كره جات بديك الاستراتيجيه ديال كان يقدر يضرب على لاتوش زغبي ويلا دخل هذاك السيد دخل رون بلاصون عطاها ليه. القراءه ديال ذاك اللاعب ديال الكاب فيرت هي كانت قراءه واعره لانه ما مشاش فحاله, مشى تبع البالون الغارديان خرج دار داك الشيء اللي عليه اللي توبليغاتوار باش يدير لا فوطا مونير راه ضربوا برجليه بينانتي انديسكيتابل المقافيل. دابا هي باش خرجت السيناريو ديال باش خرجت موريتانيا ماتش بوركينا فاسو باش خرجت موريتانيا خرجت بهذاك الهدف القاتل اللي كنقولوا حنا. باش نرجع بك عاوتاني الامور بشكلها العام, هاد كوب دافريك ما كتلعبش في لي بلاطو, تلعب في لي بلاطو جامي تكهنا لا جامي دوك الحسابات كلهم اللي كدير ما 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 اغلب المدربين منير ملي كيتكلم معك يتكلم معك على لوجيك ديال الماتش ديال الساعه ونص. سي رار باش كتلقى شي واحد كيقول لك غادي ننتصروا وغنديروا لهم وغنفعلوا لهم, ما تنظنش. ما كاينش شي مدرب خارج يعني كيف كنقولوا التغطيه هو اللي غادي يقدر يجي وتعطيه واحد الميكرو يقول لك بحال دابا المنتخب فلان فلاني عندكم غدا يقول لك ستا ماتش فاسيل اغاني باسكو هذا. لا الكاب فير ديال 7 ديال النقاط جو نو بونس با ان المدرب غادي يقول لك حنا لاعبين مع منتخب اللي هو موريتاني ضعيف او منتخب اللي ما عمره ما حقق. لا كيهضر معك على موريتانيا الحاليه التي موجوده معاه في الكان دابا اللي غتلعب معاه منير كيهضر على موريتانيا اللي موجوده معاه في الكان. اي ولا كثر الهضره غيهضر لك على هذيك اللي ربحات لالجيري وغتلعب معاه. غادي يهضر معك على منتخب مشارك في الكان كيدير الحاله الصحيه ديالو, ما كيهضرش معك ولا تاريخه لا التاريخ ما وبان المنتخب الموريتاني ما عمره ما حقق ولا ما عمره ما دار. هذه المسائل هذه ما كنظنش على مدربين ناضجين كيهضروا بهذه الطريقه, ما تنظنش. واش بان لك شي تاريخ تحترم في هذا الكوب؟ لا بور لانستون بور لانستون ساعه ونص الميدان لي 80 مينوت شي كوب. انا نحترموا المنطق الا بغينا زعما نقولوا نمشيو بالكلاسمون ديال المنتخبات بلي جوور اللي عندك واحد المعطى. يلا خليني انا نختصر انا نختصر عليك. يلا سير داك الشابو واحد اللي فيه تسعود راه سته منهم تقصاو واخا انت مشيتي هكا. انا نعطيك واحد الحق انا غنمشي معاك بالمنتخبات اللي هي دابا الان مرشحه وهذا غنبداو اول منتخب الوطني دار كاترين في المونديال خصو يجي لكوب دافريك يدير لتنزانيا 10 خصو يضرب دويره ويمشي ويدير الكونغو 6 وديك زومبيا يدير لها 8 وأليز يكون زعما مرتاح وكيدير. ما كاينش داك الشيء ما كاينش سبحان الله العظيم. كرة القدم هذه أنا نقولها لك راه علاش هي كتمتاز الحلاوة ديالها وعزيزة على الناس وكيبغيوها والشعبية فيها كثيرة
راه بهذا الشيء ديال هذه الاحداث اللي كتوقع. هذه كره القدم، كره القدم وكوب دافريك وسط منها. لا ملي كنقول لك انا كوب دافريك، كوب دافريك تقريبا هو اللي كيدي واحد 80% من هذه الحلاوه ديال 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 دي كره القدم. راه خير دلال ذلك، حنا غادي نرجعوا مازال نتكلموا على المباريات. إذا تكلمنا على حيت اسمح لي ما جرى بالامس قبل ما ندخل داكشي اللي جرى بالامس. انا غير هذه المنطقه هذا قبل ما نعطي المراد فاصل، يمكن هذه المنطقه ما تلقاش في كوب دوروب بعض المرات ملي غتحط الالمان مع البوسنه والهرسك. لا كانت قضيه بعض المرات بحال دابا نهار تعرضت الدنمارك، ولكن الدنمارك كانت بوليك عاوتاني فاش تعرضت، ولكن تعرضت واخا تعرضت الدنمارك وهي تجي لكوب دوروب ولا هي اللي خاديه به. اجات داتها ليكيب ديال اليونان في 2004 مع المدرب الالماني اوتوري هاجل، دخلات كتلعب ذاك اللعب ديال حتى واحد ما حامله، ربحوا حتى واحد مونير، ربحوا البرتغال في الافتتاح وفي الفينال عاد صلتيه ما حاملهم حتى واحد. تيقول لك هذاك اللعب وذاك الشيء وهذا وما عندهم تبارك الله ذاك ذاك الجهد وبعدك لونفي والمشاركه ديالهم. ولكن فرنسا جبل طارق لا لا، لا هادشي ما كاين، هذا ما هادشي ما فيهش، هذا قليل فاش كتكون. علاش تبغي تقول لي الا شديتي فرنسا د لافريك وجبل طارق د لافريك تقدر توقع شي نتيجه اخرى؟ تقدر تكون سي فري سي فري. حنا عندنا حنا عندنا باقي عندنا المفاجات ماشي المفاجات، باقي تقدر بحال دابا تقول موريتانيا ونيجيريا وتخلق مشكله كتقول راه المرشح هو نيجيريا، ولكن الله اعلم الله اعلم. حتى البارح فاش عطيتيني عطيتك انا اللي رشحت شكون هي الكاب فير، اش عطيتك؟ عطيتك 1% ديالاش ديال ديال الحظ ديال المفاجاه ديال الكره. ولينا فريد البارح موريتانيا ماركاو ذاك البيت، واحد قال لي هنا راه شي نور بلغاريا مع فرنسا. لا بلغاريا اتونسيون، بلغاريا ديك الساعه ستويشكوف كوستادينوف وماركا عليهم بيلانوف ورقي كوستادينوف كوستادينوف في الدقيقه سميتو هذه اقصائيه مقدونيا الشماليه مع مع الايطالي. لا كنهضر على الكومبيتيشن بحال دابا كوب دوروب هي جايه غير هادو 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 حطهم كرويا وتحكيميا. لا الظروف والملاعب انا بلاتي 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 خصك تركز لي على هذه. لا غير باش نصحح واحد القضيه، حيت واحد الفرقه باغا تدوز لا كوب دي موند. انا كنهضر على منافسه مجمعه بحال كوب دوروب. لا دابا حنا كندوي حتى على هذيك اللي وقعت في فرنسا واللي وقع ديرنيير مول طاليان مع مقدونيا وتلعب في البلاد وايطاليا. لا هادو مباريات اقصائيه وي، ولكن هما خرجوهم سنغال فرنسا 2002 سنور دير رمضاني راه ما تساليش. كان شوف كنهضر على كوب دوروب، كوب دوروب هذه المنطقه هذا قليل شويه هامش كوب دوروب مراد راه لينا. ومن بعد من بعد ما ناخذوا الفاصل غادي نمشي، كاين بعض التعليقات هنا اللي عندها علاقه ب وتسمح لي فخر الدين خصني نجاوب على بعض على بعض الاشياء لانه ما فيها باس. حنايا راه فذكر والموقف راه واضح والله ما غيبدلو شي واحد. هذه انطلاقا لا بعد المرات كنقول شي حاجه راه مقتنع بها فخر الدين راه كيقول الا داكشي اللي مقتنع به او مرحبا مرحبا ولي الجميع حريه اخذ هذا الراي ولا ما ياخذوش. مرحبا بيرمينو هي منصة رقمية لتعليم السياقة تم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع مهني قطاع تعليم السياقة بالمغرب، وهي موجهة لفائدة جميع مهني القطاع والمرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة. المنصة كتسهل عملية التواصل والتنظيم بين مؤسسة تعليم السياقة والمرشحين المسجلين بها، وكتضمن تكوين في مستوى جيد كيتماشى مع مقتضيات مدونة السير والمبادئ العامة للسلامة الطرقية. اليوم أصبح من الممكن للمهنيين تتبع تقدم مراحل تكوين جميع المرشحين المسجلين عندهم بالمؤسسة وتنظيم حصص التكوين والاطلاع على جميع المستجدات في مجال السلامة الطرقية. هذه المنصة كتمكن كذلك المرشحين لاجتياز الامتحان من الحصول على معلومات بيداغوجية دقيقة وفيديوهات تعليمية متنوعة في جميع المحاور اللي غادي يحتاجوها، بالإضافة إلى تقييم للمعارف كل محور قبل ما يتقدموا لاجتياز الاختبار النظري. وللمزيد من المعلومات المرجو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة www.permino.narsa.gov.ma. منصة بيرمينو كتندرج ضمن جهود نارسا من أجل الرفع من جودة التكوين على السياقة وبالتالي تحسين شروط السلامة الطرقية في بلادنا.
أمالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا؟ تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك منتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. اير اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. من قلب كارتيه فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك، كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه. استفدوا من العروض الحاليه، شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم. التسليم في الحين، اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 00 11. البطولة مع منير أبري، فخر الدين رشحي، وإيمان بوليد على شادة FM. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة FM. تحية للأصدقاء وكل المتتبعين. نبدأ نقرأ في هذوك التعليقات اللي قلت لك فخر الدين، وخاصة الناس اللي عندهم رأي مخالف لما جاء في البداية ديال الحلقة، وحنا كنهضروا على البوليميك اللي خلقها وليد الركراكي بالجواب ديالو على السؤال ديال إيمان. الناس هنا خاص الصحفي طرح السؤال في إطار كرة القدم، على أساس السؤال ديال البارح تطرح في إطار البين بونغ ولا السباحة. ما فهمتش، تحياتي اسمح لي. سلام اخي منير، ما رايك في سؤال ايمان الغبي؟ دابا سي يوسف عطاني شي سؤال ذكي الله يجازيك بخير. السؤال كيفاش دابا؟ هذاك السؤال كان غبي. لا عاودوا نتعاودوا، عاودوا باش كل حتى لك السؤال راه باين. لا بقاو حنا نعاودوا فيه. لا عاودوا نتعاوبوا وحدك، ما تعاودوش تما. نعاودوا باللعب من خلال مجرد يعني انت فهمت السؤال. سي وليد الركراكي، اشنو رايك في الاقصاء ديال المنتخب المصري البارح؟ واش ما كيشكلش عليكم هذا ضغط بعد الخروج ديال المنتخبات شمال افريقيا والعربيه؟ هذا سؤال غبي في نظر واخا خصيوس، ما كاين حتى شي مشكل. اخ منير، مع احتراماتي لزميلتكم في العمل ايمان، ارى ان السؤال ما عنده معنى مع كامل الاحترام. سي ايوب، هذا بالنسبة لك ما عنده حتى شي معنى، اعطيني شي سؤال اللي عنده معنى. راه بصح اش داك السؤال مالنا ومال مصر؟ راه بصح ثاني حنا في كأس افريقيا ماشي في كأس العالم باش نشجعوا فريق عربي سوريا. دابا كلشي اتجه اللي طرح السؤال، حتى واحد ما اتجه لهذاك اللي جاوب. سالو تو الموند، سي زكريا. سلام، الصحفية من حقها تسول وحتى هو ما قال عيب. الله يرحم الوالدين السي السلماجي. انا ما بغيتش نهضر انا كاع على ما يخصنا مع المصريين، انا كنهضر على خوتنا الداخل اللي كيهضروا من امثال هاد التعليقات. انا تعجبت من السنغال، واخا انا غادي نجيو نهضروا على السنغال. انتوما ديما ضد هذاك المدرب مقابلين ليه لسانو، مصور واحد التصويره ديال اللسان، يجاوبكم جواب معقول صافي كتبداو الدويو. عقلوا على هادشي مزيان اللي كتقولوا. كان من الممكن، هذا امبروسيني، كان من الممكن هاد النوع ديال الاسئله يكونوا بعد نهايه كاس افريقيا، دابا ماشي وقته. خويا واش ديدي ديشون فرنسا الاسئله اللي تطرحات عليه في لافي ديال الماتش فينال، واش سمعتها فخر الدين انت اللي كتبع دوك لي بلاطو ولا لي كونفيرونس؟ شي واحد قال لهم لا نو سي با لو مومون دو بوزي سيت كيستيون او سيليكسيونور ناسيونال ديدي ديشون. شوف منير، واحد القضيه غنقولها لك انا، غير سمح لي، راه كنعرفك انا هادشي ما كت ماشي مكنش، ولكن لا ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. انا شتي والله العظيم بغيت نشاطرك وندخل معك في هذا الموضوع، واخا انت كتعرفني انايا ما كنبغيش. انا راه انا كنطلب منك السماحه وكنقول لك نعطيك وجهه نظري. يمكن هاد الناس اللي كيتكلموا دابا ما تاخذهمش، ما تلومهمش، لان انت قلتيها كله. كيفاش كياخذ يعني كيفاش فهم السؤال وكيفاش طرح السؤال؟ ما عندكش شي حاجه ملموسه بين يديك اللي تقول لي انت لا راه ما كانش. كانت تقدر هي دير واحد السؤال اخر وكان غادي يقدر يعجب هادو. دابا اللي انت اللي ما
على هو راه الى جينا نشوفوا باش نكون نعطيو لكم الذي حقين حقه راه السؤال توجه بهذه الطريقه زعما يمكن بات تشوف الحماس اللي غادي يخرج من عند وليد ولا الدافع ولا الجواب يمكن الجواب ديال وليد الركراكي كان يقدر يكون لنفرض بحال واحد السميه الوصف نقول جواب خضر شوف نقدر نقول الاشقاء ولا ندير هذا وغادي ندير مرور الكرام ولا ما ندخلش كاع انا شوف انا دائما وليد تمي كان في الوداد كنت كنقولها لك انايا اللغه وبعض المرات ملي كتبغي تدوزها من الفرنسيه للعربيه ولا من العربيه للفرنسيه يمكن كتخرج بواحد الطريقه اللي ماشي بدون نيه مقصوده دابا اذا جلستي مع وليد وانا عندي اليقين وجون سوي سيري سيرتان تجلس معاه وتقول لي واش انت يقول لك جامي دلابي انا ما عمرني ما غادي هضرت بتلقائيه بدون قصد وسوا سيري سيرتان ونقدر نتلاقى انا وياك معاه ولا نعيطوا ليه ونقولوا ليه هذيك وكان راه ملي كنت كنهضر راه قلت على اساس جو سوي انا مكونسونتري مع ليكيب ديالي هي راه جينا نهضروا في المحتوى ديال داكشي اللي قال هو من خلال شوف اموني هو من خلال التصريحات ديالو صافي لونتو منذ توليه يعني المنتخب المغربي دائما كان عنده خرجات واحد القضيه اخرى الدين المحتوى ديال هادشي اللي قال هو راه ما قال عيب تصنطيه انا ها كنقول لك انا ما قال عيب شتي وليد نعاود اكد لك عندي اليقين تهضر معاه وتقول يا وليد راه يقول لك لا بالعكس انا اللي جيبت انا اللي زارجيريان انا حيت علاش علاش فمو قال خوتنا علاش علاش لان هو اصلا عاش في فرنسا ومع من عاش مع الجاليه العربيه عاش مع الجاليه العربيه اكثر مع الجاليريان ابو مع لي تونيزيان مع كل شيء اذا وليد جو نو بونس با مونير يكون خرجات يعني هذاك الشيء اللي تكلم عليه فيه شي قصد ولا فيه شي شي شي, شي, شي تصغير ولا جو سي با ما فيهش هذا الشيء ولكن ما عندك ما دير غير هو ما صراحه والله العظيم انا لهاد الناس نقول لهم الله يرحم والديكم شكرا لكم يمكن بغا ديروا ولكن اتونسيون راه ما تفرزوش ما بين تقولوا ماشي سؤال بالعكس راه السؤال راه ما كان عنده حتى شي علاقه السؤال خراج من عند هاد البنيه هادي نقرا فهمتي ما كاين حتى شي راه كيف الناس كانوا كيعاتب واحد العادات ديال الناس اللي كيطرحوا الاسئله حنا شوف مزيان مزيان ما كاين حتى شي غنعاتب انا داك اللي ندوى صحفيه وكتمشي تسول المدرب تقول ليه اللون ديال السروال اللي لاباس سميت ولدك الكبير داكشي خايب انا عاتب انا واحد القضيه انا عندي العتاب البارح قلتها عتاب المجموعه ما كنقولوا ما بقى تسولوا راكي على مزراوي انا قلتها خليو بركه شاك فوا نجيو ندونا نهضروا نقولوا حنا لاعبين ماتش ربحنا تكاليفينا لعب الشيبي عطى داكشي اللي عطى شكرا ليه شوف عطى داكشي اللي عطى شكرا ليه دخل عطيه الله بور لانستون راه سيروي لو دوزيام ودابا بور لانستون سي لو برومي راه هو اللي لعب ما غاديش نجي انا شاك فوا عند وليد الركراكي ونبدا ندخل للنزوه الصحفيه ونبدا نسول على شي حاجه حاجه وحده اللي تشفع ليا في السؤال هي سي وليد شكون اللي موجود شكون اللي ما موجودش واش كاين دي بلاسي هنا اللي هنا خصها تحدث على ولكن هذا الاختلاف ولكن لا هذا الاختلاف فخر الدين بينك وبين اللي طرحوا هذه الاسئله ماشي اختلاف ديال لا ما تطرحش غير انا باش نمشي ونبقى انا شاك فوا نجلس ونبقى نقول سي وليد مزراوي فين وصل واش كياكل ما بركه وليد هضر معكم على مزراوي فاش قلع من الرباط فاش دار لا ليست قال لكم مزراوي فوالا الي بليسي غيمشي معانا باش يتعالج لا باش يتعالج داكشي صافي نخلي انا والله العظيم لا الا كنتي بروفيسيونيل خاصها تبقى بحال هكا انا على ما كنسول نورمالمون كنسول على اللي موجود بحال دابا تنقول ولا اللي تسمعت الخبر ديال لا بليسور ديالو بحال دابا زياش كان بليسي بغينا نعرفوا الخبر ديالو بوفال بليسي بغينا نعرفوا الخبر ديالو خرج الجمهور المغربي تا هو يعرف الخبر ديالو اما بالنسبه لي زوتركا امون افي وهذا ما عرفت انا هذا رايي ديالي انا نكون موجود في كوت ديفوار نقدر نسول الوالد على الكره انا باقي الان ما تمتعتش ونقولها لك انا في الكره في الكره باقي ما تمتعتش انا شي واحد كيسول الوالد وكيعطيه دي كيستيون ديال الكره اللي حتى الجمهور يتمتع فيهم راه الحمد لله كاين قنوات كنهضروا حنا شويه وكنناقشوا معاهم الكره بداكشي اللي عطانا الله ديال الكره اما نورمالمون دابا راه بزاف اللي ما كيناقش الكره ونعطيك واحد القضيه راه كاين فرق ما بين لي بلاطو انا كنشوف دابا محللين دي زونسيان لعبوا في الكاميرون وفي السنغال وفي الكوت ديفوار وهذا وشوفهم كيفاش كيحلوا الكره
كيفاش كيهضروا على ماتش دو فوتبول ديال 90 دقيقه ما كيفوتش فيه دقيقه واحده تيقول لي فوالا 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 كان خصو يدير هذا غلطوا هادو داروا داروا ما كاينش داك التخربيق وداروا حنا باقي حنا الان وليد الركراكي تيجلس باقي ما عمرناش سمعنا شي حاجه ديال الكره يلا اعطيني ودابا انا ملي بدات البطوله اعطيني سؤال بحال هذا السؤال ديال الكره ديال الكره نهضر مع حيت عندي واحد الجواب شوف نهضر مع لا شوف نهضر معاه نقول ليه كيفاش هادي غادي يشرح ليا نقول ليه فوالا شفنا هذا هنايا واش كان المفروض هذا تكون عندي الجراه تكون عندي الجراه كنوجه ليه سؤالات وتا هو عيجبو الحال تا هو راه يلعب الكره وباغي هذا الشيء وحنا دائما كندخلوا في شي حاجه اللي هي ولكن واش عرفت شنو غادي يولي عندك اللي غادي تطرح اسئله بحال هكا مع كل احترام بزاف ما تكونش بزاف وشوف دابا واسئله شنو كيتقال عليها لا وهذا اللي طرح سؤال اش بينه وبين الكره لعبتي الكره بعدا قدو لا دابا شوف منير نطرح واحد النقطه صافي ديال خدمه التدخل سي خالد الابراهيمي قال لك على الصحفي ان يحترم نفسه الصحفي كيحترم راسه فوالا حيت لا يعقل المنتخب بعد خطوه من مباراه النهائي وصحفي يسال الشيبي عن مشكلته مع اللاعب المصري الشحات انا عاود نقول ندوه صحفيه علاش كدار ندوه صحفيه علاش مديوره علاش الكاف دايره ندوه صحفيه قبل المباراه واش باش تسمع الصحفيين اش غيقولوا ولا باش نسمعوا اجوبه المدرب واللاعب اللي كيحضر راه الماده الاساسيه اللي كتخرج من الندوه هي ما يقوله المدرب وما يقوله اللاعب لان بعد نهايه الندوه شنو اللي كيبقى الماده المتداوله هي جواب المدرب وجواب اللاعب انا كصحفي غنطرح السؤال اللي بغيت لان اخلاقيات المهنه والمهنه كلها كتكفل لي انني نطرح السؤال اللي بغيت غير يكون في اطار هذاك الشيء اللي انا فيه تما انا في كوب دافريك غنطرح على كوب دافريك هنا غنختلف مع اللي خرج سطر ولكن هذاك اللي في المنصه عنده واحد الحق دابا انا اللي في المنصه عنده واحد الحق شوف انا مطرات لك فخرتي انا نقول لك القضيه الله يحفظك كنكمل هذا انت عندك الحق ملي كتكون انت كيسولك شي واحد شي سؤال كتقول لي ما غنجاوبكش عفيني من الجواب السؤال الموالي عندك حق عندك حق عند حتى واحد ما غيقول لك لا علاش ما بغيتيش غير هو انا بحال دابا ديما والله ما سمعتها بحال دابا انا الشيبي جاي يلعب لا كوب دافريك ياك حنا شي نلعبوا لا كوب دافريك نبقاو في كوب دافريك نلعب لاتي اش دخلينا ديني البيراميدز ولا المقاول العرب ولا هذاك ولكن انت الشيبي اذا كان عنده هذا ما عنديش حق نجاوبك عندي الحق ما نجاوبكش لا ما نجاوبكش اتونسيو بعد علاش اولا اعطيني سؤال على كوب دافريك قول لي كي جاتك التظاهره كيفاش كتشوف الماتش ديال جنوب افريقيا واش ما شكلش لك كيفاش حسيتي واخا انت ما كتلعبش شريار غوش وحطك المدرب هذاك كيفاش كان هادو هما السؤالات ومنين نقول لك انايا السي الشيبي كان يقول لي ماك مع جديده يلعب جديد يلعب فين هو في لا في قنيطره يلعب في الرجاء يلعب في طنجه يقول لي ماك في قنيطره وجيبوا لهنايا ونهضروا على هادشي واش باقي عندك ليتي مع اسمح لي موني اسمح لي راه شوف خليني شوف والله العظيم ما تلوم حتى واحد انا هنا والله ما نلوم شي واحد لكن غسمح لي اليوم انا غادي نلوم كل واحد ياخذ اليوم انا غادي نلوم اللي كيعاتب الصحفي على السؤال ديالو هو ما كاين مشكل والله العظيم حيت صافي ما عندكم ما سميتو سي منير ندوه الصحفيه كانت خاصه بالمباراه ديال جنوب افريقيا اش دخل مصر ودابا حنا اذا في كل ماتش ما غاديش تجبد شي سميه اخرى خارج صاريف على اين صاريف انا بغيت هادشي يتحل ولكن ملي غادي يجاوب وليد الركراكي غيقول لهم ايغ اون افيو لو سينيغال اون افيو ديك الساعه الدنيا هانيه حيت قالها هو لا انا اليوم من بعد الماتش جنوب افريقيا نقول ليه ما تجبدش شي حاجه اخرى ان شاء الله ملي غتكون رابح وانتهى الكلام حيت غادي يكون صعيب عليكم تقراو التعاليق ديالنا انا فال حسن لا خويا ما صعيبش تقراو التعاليق غير تكون انا ما عنديش لا فاك البخيبه ما نقراهاش لا بلاتي غير واحد القضيه بلاتي حيت وقالك ما يصعبكم ما تقراوش انا الا كان حدايا بيسي نقرا نقرا انا وياك نتعاون واخويا لا بالي راه غادي نقرا انت موني راه كتقرا داكشي اللي كاين النتيجه هي اساس تحليل الواقعه اما الباقي فهو كلام او هل معقول السي هشام هل معقول لان في نهايه المطاف اللعاب اللي غادي يلعبوا لا تكتيك المدرب هي اللي غادي يشوفوا الناس ماشي لا قدر الله في اي نتيجه راه كان داك الصحفي هو اللي سول وخسر ليه المورال ولا دار ليه على اين ندخلوا الكره هاد البنيه شحال عندها ديال سميتو منير وهاب انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي يكون عندها ولا ما يكونش عندها لا واه كنقولوا حنا كاع باش هاد الناس راه ماشي كندافع حيت لا ماشي حيت معنا والله ما معنا والله العظيم انا والله ما شوف والله ما انا شوف انا والله ما كندافع على شي حد يمينا بالله
انا كنعطي حق لكل شيء، تنبغي نكون شويه. ها واحد السيد فخر الدين قال لك المهدي سامي قال لك تخيل سي منير، تخيل صحفي اخر طرح ذاك السؤال من غير ايمان غادي تدافع عليه. والله تندافع عليه. لا انت صراحه والله تندافع عليه. لا ماشي على منير، اجي نقول لك شتي هذا الموضوع كنت حط لاي واحد اكس هذا اكس غادي تلقى شي عبد المعقول. ما كاينش دفاع هنا، والله ما كاين دفاع. الدفاع هو ملي كتقول هذاك غلط وهذاك دار بولانستا، والله ما كاينش دفاع. انا تنقول بان ورا الحمد لله سي منير كقاعده صحفيه السؤال ملكي كصحفي والجواب ملكك انت كمحاور. لا ريزون، تبارك الله عليه تبارك الله عليه. هذه السي فخر الدين هي 140 صحفي كامله اللي مشات في الكان في نظرك بدون فعاليه، حيت ما سولوش سؤال واحد في الكوره. ماشي ما سولوش كلهم هذوك، انا تلصقتيني انا 140 140 مشى ولا 180، انا كاع ما عرفتش كل اللي انا كاع. انا كنقول لك السؤالات ديال الكره اكثر مرات ما تيكونوش بذلك التوضيح، ما كيتحطوش. 140 راه ماشي كلها كتدخل قاعه الندوات، قاعه الندوات صغيره اللي كيدخل هو اللي مشى بكري فوالا، ولا شحال من واحد كيبقى برا. شحال من واحد في الدراري ديالنا كان داك النهار سمعت مصطفى طلال، مصطفى طلال كان وجه ليه واحد السؤال، راه بزاف ديال الدراري تبارك الله مشاو وكنديروا عير. كنقول لك انايا السؤالات اكثر من مره ما تيكونوش في اتجاه ديال ساعه ونص، وخاصهم يكونوا. وبعض المرات كاين اللي ما كيبغيش كاع يدخل في داك الشيء باش ما فهمتي هادشي ولي كاين. ا بي سي دي، واحد مسمي راسو ا بي سي دي. غنقرا التعليق ديالك من باب الديمقراطيه. قال لك مشكله مع هاد الصحفيين، كيضلوا ينتقدوا عباد الله، ومنين كيغلطوا ما كيتقبلوش شي حد ينتقدهم وتا يغلطوا. راه دابا كنناقش معاك واش هاد المساله غلط ولا لا. ماشي غلط، تيغلطوا وانتقدوا صحفيين متطفلين، ما كاين حتى مشكل. متطفلين على مهنة الصحافة. عندك ما دير. علاش هاد الأشباه الصحفيين ديما كيخلطوا الرياضة بأشياء لا علاقة لها بالرياضة؟ ودابا إقصاء مصر لا علاقة له بالرياضة. ما كاين مشكلة سي أبي سيدي. كرة القدم. أبي سيدي. كرة القدم تحترم شوية المنطق حتى في اللعب بين الرأس الأخضر وموريتانيا. ما عرفتي علاش؟ حيت ما بقى شرحت لك باحا مولاي. الفريق اللي كنت متوقع انت غيدافع هو اللي دافع، والفريق اللي غيهاجم هو اللي هاجم. باينه انا عطيتك بانه عطيت انا رشحت الكافير، ولكن ماشي بسهوله. قلت لك غادي يتعذبوا معاهم. وقلت لك عاوتاني انا ما كاينش نجوميه في الكافير. لاعبين تقريبا 11 ملي كتدخل ما كتعرفش شكون هو النجم. راه الموريتانيين راه ذاك الشيء الجهد اللي داروا ديال الجزائر وزادوا عليه الكافير راه شتيهم البارح. شتي لي كرومب، شتي شاك فوا كيطيح واحد، راه كثير داكشي اللي داروا. ما تنظنش حتى ولو ما عرفت في التأهل ديالهم واش كانوا يقدروا يزيدوا. ما نقدرش نقول لك. ما عرفت حيت الطريقة باش كانوا كيلعبوا راه صعيبة، سيرتو البارح. ضيروا هذاك الغلط باش كيجي. بالعيا. بالعيا. عدم التركيز. هو باش كيجي هذاك الشيء. العيا البدني. مالكري هذاك الوليد دخل رومبلاسون. عطى كرة باس بالراس ومشات داها الكارديان دبيتا منير راه كان تبارك الله ما بين الجزائر والبارحة وثاني مع الكافير كان حاضر هذاك الجول. وشتي هذاك كون دخلوا البينانتيات انا نخاف منه هذاك بالطولة ديالو هذا يقدر يجيب لك لي تيروبيت. فكنقول انا منير الكافير شونسو. علاش؟ جاها واحد الهدف في وقت زيدك على واحد القضيه. علاش الموريتانيين طلعوا حتى الاخر؟ شتي منين طلعوا؟ ما خلقوش مشكل الكافير. كان تروطار ديك الساعه. ولكن كاين اللي غايقول لك علاش موريتانيا ما لعبتش. لا 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 انت انا نشرح لك دابا. كاين اللي غايقول علاش موريتانيا ما طلعتش في الاول؟ علاش ما فتحتش اللعب بديك الطريقه ديال 10 دقائق الاخرى ما بين طومور حتى الهدف تسجل في 85؟ وتضربات في 87. ما عليناش 85. 85 87 86 بحال بحال. زيد على هذاك الطومور. هذاك الطومور. في ذاك الطومور موريتانيا سكنات. بقى عندي ما نخسر. مع ثلاثة ديال المحاولات ديال الكونتر ديال الكافير. ما عليناش. السؤال المطروح علاش موريتانيا طلعت في ديك دي مينيت؟ ايه واخا. ولكن هاد موريتانيا كون بغات دير لو جو من الأول وتخلي لي سباس. كانت تقدر تخرج بثلاثة ولا أربعة. عندي ما نساك. ضيور كيفاش بانت لك انت في الوقيته اللي بغاو يخرجوا هما وخاو داك ميليو تيرا ولاو باغيين يقلبوا على الهدف وخلاو مساحات من مورا الظهر ديالهم. الكاف فير راه كانوا كيمشيو كانوا يقدروا يزيدوا الهدف الثاني فريق. اذا ما تقولش علاش
الموريتانيا تتمارك عليها عاد خرجات وبغات دير لو جو ديالها سي تروطان 1-0 وداك الهدف عمركم ما كتوقعوه مونير يتمارك عليهم وي ولكن باش تخونها لهم بهذيك الطريقه وتكون غلط ديال اللعب هاد كوب دافريك تعطيك واحد كيبكي واحد فرحان واحد ولكن كله بكى وبكى لا بحال دابا ديال موريتانيا مسكين كيمشي بحال اللي كيتحمل مسؤوليه ديال الاقصاء هذا السينيغال البارح هذاك اللي زقل بينانتي شادينو كيسكتوا فيه هذاك النهار كوت ديفوار ماشي واحد كان كيبكي بكات بلاد كامله فريق اللي حيد المدرب وحيد رئيس الجامعه وكان غادي يسد تيرانات وكانوا ما بقاوش يلعبوا كانوا غير دخل دابا كاع ها هو ولا دابا البارح يهزيتي كوت ديفوار ولكن قلتها لك انا قلت لك صيفطوا هذاك خينا اللي كان حداهم هذاك المدرب وكتبان بانه المدرب كان ضعيف كانت الفوضى في الكوت ديفوار مازال غنجيو هذا الماتش غنبينوا للناس داك الشيء اللي كنت كنقول لك بانه راه الفوضى ما كتعطيكش فرقه انا غير كنت كنقلب على التعليق ديال واحد اللي قال لنا وعييتوا ما تنفخوا بهذا السينيغال في الاخر تقصات اقول عدو بالله دابا ولادو بالله دابا هاد السينيغال قبل الماتش قبل الماتش ديال كوت ديفوار شوف واحد القضيه الى هو تيهضر بحال هكا يمكن كيهضر مع ما كيهضرش معنا حنايا بجوج كيهضر مع المغرب كامل ولا ماشي مع المغرب مع افريقيا ومع الالمان ومع فرنسا خصو يشوف هو لي بلاطو الا كان كيشوف لي بلاطو لا غير تسلطيه الا كنتي كتشوف لي بلاطو وعندك شويه ثقافه وعندك مستوى وعندك هذا غادي تعرف ان العالم كله كان كيهضر على السينيغال علاش عندها لعابه دوليين وكدير كوا وزيدوا حاجه اخرى والسينيغال البارح راه هي اللي قصات راسها والفريق الوحيد اللي بينتو بالبطل في الدور الاول وكتنفخوهم ماشي حنا اللي نفخناهم كورتهم اللي نفخاتهم دابا هو دا تعود ينفخ داكشي ديال الحيل الكبير الحواله وداكشي كيبقى ديما عندك اما نفيخ اما حيت هو دابا شي فاش حنا مربين وقدر داك النفيخ الاخر نفيخ اي ما نفخ دابا سميتهم هذه ماشي لغه كيقدر يفيق نهار الاربعاء وكيسول اسمك هذا ماشي خطاب انا اللي كتقول انت بحال هكا صغرتي انا باقي كنقولها الان انا كنقولها السنغال منتخب قوي منتخب واش نحيت خرج البارح مع كوت ديفوار غادي نجي اليوم انا الراديو نقول لك حنا كنتو كتنفخوا فيه غنجيو نهضروا على الاسباب ديال الخروج ديال السنغال هما اللي خرجوا وشنو اللي خلى كوت ديفوار حتى هي تاهل اللي خلاها راه باينه موني راه قلت لك داك النهار كاين هذا الجانب وكاين حتى واحد الجانب اخر في الماتش اشنو دابا بعد الفاصل غنقول لك غير تفكرت شي حاجه كنت بغيت نقولها يا ربي مشات لك والله الا مشات لي مشات لي في هذا نعل الشيطان الله ينعلو ويخزي فقلت منتخب السنغال هو المنتخب يعني بشهاده الناس اللي تبعوه ماشي حنا بشهاده الناس اللي ماشي البلاطو ديالك نسى البلاطو شي نسى البلاطو شوف ونسى البلاطو شوف شي هذا البلاطو ديالك وعنسه وحنا ما كنفهموش نسى كاع البلاطو عرفتي فين تمشي ليه واصين عند الناس اللي كيديروا ملخصات وكيهضروا على شي بالنسبه لهم هما لي سول اللي كيتبعوا المحترفين ديالهم وتعرفهم فين وصلوا وكيهضروا عليهم شنو لا بيبر هنا كيتفرج شي هذوك كيتفرجوا حاطين قلم وتيشوفوا دوك المحترفين ديالهم فين وصلوا في لو نيفو ديالهم لماذا تستدلون بفرنسا والسنغال ونسيتوا هو راه ويتملوا لاش داروا لهادو ديالنا هذاك كوب كاس العرش كاس العرش هذاك حتى هو عنده الحق الشباب هو راه مع الوداد ويتملوا مع الرجاء حنايا كاس العرش حنا مع البرنوسي انا حاضر لهاد الماتشات في كاس العرش لكن الوداد اللي ربحات مع البرنوسي لا ربحونا في مركب محمد الخامس انا اللي عقلت على واحد الماتش هذاك الجول هذاك الجول اللي حبسنا ديك الساعه تبيعوا لشي شي فرقه ما عطوش بال الله يطول لي عمرو ماتش في اش من عام لعب لينا حجان هو اللي كان الاربيت كان جاود معنا اندلسي وداكشي هذه في كره القدم منير لا غير باش نوضح راه حيت ما تفهمش السؤال ديالي كيفاش نقول هضرنا على المنطق ديال كوب دافريكا ديال كوب دافريكا قلت انا واش هادشي كيوقع في كوب دوروب وهي جايه كوب دوروب الهامش ديال ان القوي يتمحن مع الصغير قليل ضئيل ما يمكن ما فهمكش واش بغيتي اللي قوي كيكون قوي حنا باقي عندنا هنايا مفاجات تقدر السنغال حامل لقب مع خذ اللي بغيتي وكتقول راه على الورق السنغال ولكن الله اعلم صفري الكره ما كتعرفش شنو غادي تجيب عاد تفكر دابا واحد التعليق قال لك الان بعد اقصاء السنغال الطريق مفتوحه للمغرب اتونسيون المغرب ماتش بار ماتش ما كنظنش ان الناس ما شافوش هادشي اللي واقع كامل هادشي اللي واقع حتى واحد ما بقى يقدر يزيد يزيدك حاجه اخرى حتى منتخب ملحتها ما كيجيو يبغي يتم غادي يغامر يخلي لك مساحات ولا شي حاجه كلشي كيلعب دابا باحتياط
واخا ناخذ واحد الفاصل من عند مراد من بعد نرجعوا وغتقول لنا فخر الدين اشنو اللي خلى السنغال حامل لقب تخرج من المنافسه واشنو اللي خلى كوت ديفوار الفريق اللي مات كرويا في هاد لاكوب دافريك وحيا ودابا هو غادي مواصل المسيره ديالو. كارتي فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه. استفدوا من العروض الحاليه شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم. التسليم في الحين، اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 0011. أمالك صاحبي على هاد المرجة كلها، قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا، تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجة ما تما. اسمع السي الكبير وبركة من الشطارة، إلا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقة عليك بمنتوجات إير آش عند كازا دريب. إير آش عند كازا دريب؟ أيه إير آش عند كازا دريب، المعاملة والمعقول والأثمنة ما تضرب حسبة، وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقة لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artishow vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artishow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Artishow, la référence en matière d'artiste. البطولة مع منير أبري، فخر الدين رشحي، وإيمان بوليد على شادة FM. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة FM. أنا بدي لك واحد تعليق هو الورق من دخلوا الماتش ديال السنغال والكوت ديفوار. قال لك السنغال سبب هذا التحكيم. أكون كان تحكيم عادل كان ساديو ماني غيخرج بورقة حمراء في واحد الوقت. أنا غنجيك هذا الموضوع هذا. السنغال وكوت ديفوار فخر. لا هو شوف اول حاجه بعدا خصني نهضر لك نهضر على كوت ديفوار. من بعد الاقصاء ديالو وبديك الطريقه وديك المهزله اللي وقعت في الماتش ديال غينيا ولا سميتو غينيا السوائيه وبديك الضجه اللي وقعت، اول حاجه قلت لك انا هنايا هذاك المدرب حتى ولو في الكاليفيكاسيون ديالهم اللي جات بواحد العناء ولولا الانتصار ديال المنتخب الوطني ضد زامبيا ولولا لا شانس اللي طيحت المغرب مع زامبيا في الاخر، كون كانت زامبيا مع شي خصم اخر تنزانيا ولا هذا كانت تقدر الكوت ديفوار ما تشوفهاش دابا. ولكن هذاك التغيير اللي طرا عنده دوره منير مهم في الكره، حيت ديكليك ديكليك من غير ديكليك حتى الاختيار ديال واحد دو زونسيان جوور اللي دازوا في المنتخب والتخلي على ذاك المدرب وذاك الفوضى اللي كانت، انا كنت كنتسنى كيفاش غيتعاملوا هاد الجوج مع اللاعبين ومع الماتش اللي غادي يلعبوا ضد السنغال. فعلا البارح منين شفت انايا كيسي سير لو بون ورجوع سيرجو ريف في البلاصه ديالو كوم كابيتان ديكيب، لان واحد بقيتها كان ديال ديباردور وتوا جالس بالك كاينه واحد القضيه اخرى البارح ما عطوش لاحظوها الناس ولا لا حتى ولو تسجيل الهدف على الكوت ديفوار ما وقعش لهم وقع في المباريات الاخرى، ما تزعزعوش بقاو واقفين وكاين ديك لاراج وكاين ديك المضاربه وكاين دي طاكل وكاين بزاف ديال الحويجات، لان السنغال من بعد تسجيل الهدف يلاه كانت كدار مع ساديو ماني هو لو سول اللي البارح فهاد لاكوب دافريك ابار ساديو ماني من المحترفين اللي جاوا من اوروبا واللي مشى للسعوديه هو لو سول اللي كان على الاقل نعطيه 60% 70% مع فرقته عاونهم. واخا الكوت ديفوار انا البارح كنتفرج وكان كنتكلم كنقول
هذه ماشي هي كوت ديفوار اللي لعبات ديال البريميتور، حيت كون لعبات هاد كوت ديفوار بريميتور لعبات ربحات جوج ماتشات ما كانتش كاع تلاقى مع السينيغال، كانت غتكون في مجموعه راك شتي عارف كانت غتكون اييه ودوز بارتياح كاع واقيله ودير. ولكن الماتش ديال باه ان فري تيست، يا اما نبقاو ويكون عندنا هدف ونمشيو فحالنا فين في كنا في الاول، حنا جينا غير بارازار لهذيك المرتبه. ولكن البارحه كانوا حاضرين أنا. اللي فاجئني انا البارح هو ما خلاوش للسينيغال هذوك الفراغات اللي كانوا عندهم دوك لي دريبل. ما يعاتب على المنتخب السينيغالي البارح هو كثره الديشي اللي ما كانتش عندهم في المباريات الاخرى، ولكن الكوت ديفوار اللي دفعوهم ولا بلا تسلطيه هذاك الديشي. ولكن داك الديشي هو بحال دابا كاميرا باغي يدير ديك كي شوف كانوا شي حويجات البارح عند السينيغال ما كانوش كيديروهم ودارهم البارح وضيعوا بهم كواري بزاف. انا شفت شي حاجه السينيغال البارح السينيغال البارح عطات كواري الكوت ديفوار شي داكشي اللي كانت كدير الكوت ديفوار مع الفراقي دارتو البارح السينيغال مع صحي الله يحفظك. انا داكشي اللي شفته بعيني واش ماشي كوت ديفوار صغروا التيران على السينيغال باش ما خلاوش ديك القوه ديال دوك ديال دوك التمرير وداكشي ما بقاش شدوهم في وسط الميدان في لي كوتي كانوا كيمشيو لهم بزاف كيطلبوا كواري في لي كوتي وهلكوهم من 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 جهه جناب بزاف كانوا دونجورو. الكوت ديفوار كانت اشاك فوا تقدر تسجل على على السينيغالي ولكن السينيغالي مولين ما عجبونيش من بعد الهدف ما زادوش كارتون روج كاينه يا ساديو ماني كاين اللي حللها بانه لم تكن نيه مقصوده علاش عاد صمت ليا عاد صمت ليا حيت ساديو ماني داكشي علاش خصك ساديو ماني خصو الحمراء وبيلانتي ديال السينيغال كاين خا تقول لي اللي قلتي ولكن كون عطى البينالتي كون طرد ساديو ماني وجات ضربه جزاء كان غادي يعطي غادي يعطي ضربه جزاء ما عطاش ضربه جزاء. الماتش ديرو الموند ديالو بواحد الزيرو ما كافيش كنت كنتوقع واحد الاستقاده من المنتخب السنغالي على انه يبان لنا بداك الوجه ديالو ديال لي 3 ماتش اللي دار العكس صحيح ما خلاوش انا اللي ما البارح يمكن اليو سي سي تا لي شونجمون ما عاونوش دابيتود كان مي كيدير دي شونجمون السينيغال كتكون فور البارح الاضافه ما كانتش هذاك كامارا اللي كان كيكون لامين كامارا من ما البارح حتى هو عاوتاني جو سي با ما عرفتش اش وقع البارح بالمونيه منتخب السينيغال لانه واش هو اعتبر ذاك المنتخب الايفواري اللي لعب دوك الماتشات وتاليمينا والى اون كيسي كاتربيت جو سي با الى دارت هذه غتكون غلط من طرف واحد اللاعبين هما محترفين حيت ديرو المون ديال الماتش ديال السينيغال ما كانش بالوجه الحقيقي اللي كانوا يلعبوا به الماتشات الاخرين خصهم يعرفوا بانهم واجهوا واحد المنتخب بوجه اخر لي شونجمون اللي كان كيدير هذاك المدرب فوفانا كان خارج غضبان ما كيشوفش فيهم ولا معطيتها ندم عليها ولا كيشجع ولا كيدير باش تعرف راه كانت الفوضى اللي صحيح هو اللي كيلعب هادو معاهم كيسيي باش يجلس رون بلاصون سي ني با فاسيل باش تجلس رون بلاصون بيبي شحال من لعاب كانوا دي تيتولير اذا الفرقه تغيرات كلها ودرتي ان فري باترول داخل واحد خينا اللي عنده تاريخ فوالا اللي لعب مع مجموعه من اللاعبين وراك شتي البارح داير ملي كان كيجمعوا مستيران وكيفاش كان كيتجمعوا وكيتعانقوا كيهضر معاهم هو اللي كان كيبلغ لهم هذا كان ديك لاراج كانوا باغين كان داك لونفي انا بان ليا هذه هي الكوت ديفوار اللي كانوا كيتسناو الجماهير العربيه والافريقيه وخصوصا الجمهور ديال الكوت ديفوار هذا هو المنتخب اللي كانوا كيتسناو هو ديال البارح بديك الطريقه ديالو بانه راه لاعب في الارض ديالو باه كيبين لك بانه لاعب في الارض ديالو بينها البارح ولكن في ذوك الثرو ماتش يلعب الاولين لا راه مونير راه كان ولكن هذا نقول واحد القضيه لافونتاج وشنو هي الحاجه البوزيتيف اللي كانت هو على الاقل خداو القرار بكري حيدو ذاك المدرب ماشي بكري راه سي تروطار لان لعب ثرو ماتش ديالو وهو كانوا حيدوه يعني بسبب الاقصاء الافتراضي ايه بان ما تكون لا كاليفيكاسيون لا واخا كون بقى كان يخرج عليهم لين افراد هو التحييد حيت اي جو سي ولكن كون كانوا عارفين ناس ما يدوزوا بثلاثه وخلوه كان غيكون غلط كبير انا كنظن بانه هاد الجوج اللي جاوا دابا وهذاك التعامل ديال لعاب مع لعاب كنخرج فيك تنقول لك داك الشيء اللي كاين اللي كاتر فيريتي كنحطهم لك يا يعني اما غادي تلعب ولا سير حيت هما الماتشات اللي لعبوا بثلاثه لعبوا ماتشات ديال الزنقه ما كانش عندهم كاع لو سونس ديال ابار داك اللي ربحوا بجوج زيرو وكانوا يقدروا يغلطوا فيه بجوج زيرو شي عقلتي انا وياك هضرنا عليه اما لي دو ماتش اخرين راك شتيهم كيلعبوهم مع نيجيريا كارثيين كارثيين كل واحد كيدير اللي بغى ضير باش تشوف انا كنقول لك باش تشوف البارح كيسير بلاصه وباش تخرج فوفانا
باغي يبقى هو لاعب وقيلا 28 دقيقه ماشي شغلو. هنا كيبان لك بان كاين الفوضى. البارح ما كانتش الفوضى، كان بعدا كان الاحترام ديال الاماكن، احترام ديال طريقه اللعب، كان واحد الشيما تاكتيك كانت باينه، الاعتماد على توغلات من الجهه اليمنى والجهه اليسرى. يعني فريق منتخب اللي كان كامل واللي ساعد المنتخب الايفواري هو ديك الثقه الكامله في ضربات ترجيحيه كيفاش كانوا كيضربوا ديك البينالتي، رغم انهم ان غارديان ديبيت بحال ميندي خاصك صعيب باش تكمل. ملي وصلت لا سيري ديال لي تيرو بوت كان لافونتاج يمكن بسيكولوجيك عند كوت ديفوار، عند كوت ديفوار من السينيغال. سيفري 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 سيفري، لان كيفاش كانوا كيضربوا هذوك، كيفاش كانوا كيضربوا الاخرين كانت باينه. عاد زيد ميندي مع كيسي نهضروا تنعياو، سي 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 الفوتبول، ما عندك ما دير. ولكن السينيغال، لا السينيغال رفع على القبعه لانه عطاتنا ثلاثه الماتش زائد الماتش ديال البارح اللي كان بويسون وكان فيه كل شيء، ولكن ما خدموش فيه كيف خدموا لي تروا ماتش. كيبقى دائما المنتخب السينيغالي منير منتخب اللي كيتوفر على لاعبين في المستوى الكبير. نقراو تعليقات ديال الاصدقاء ديالنا. تحيه لك العبداتي، اهلا وسهلا. قال لي السي منير على وقفتك ربي لما طلع على داك الميزاجور ديال الفرق الممنوعه من الانتدابات. لا ميزاجور كدار 2 مع 12 لحد الساعه اللي خرج البارح، راه هو اللي باقي حاليا، ما كاين حتى شي تغيير. انا مع فخر الدين، ولا سؤال على الخطه واسلوب اللعب. سي محمد غرغيز، السلام عليكم. السؤال هو علاش كنفضلوا مزراوي على عطيه الله؟ واش كنفضلوا ولا كتفضلوا؟ كنفضلوا مزراوي على عطيه الله. شنو اللي عند مزراوي وما عندش عطيه الله؟ ما علينا من عطيه الله ظهير ايسر بالاختصاص احسان القلاوي. احنا ما فضلنا حتى شي واحد، غير هو اللي عاش ديك ليكيب ناسيونال من قبل المونديال وداك الشيء، بقى لاصق ليه بان راه نايف وسايس وادروات حكيمي واغوش مزراوي لو 11 تيب ديال الركراكي. ولكن هذا الشيء ما كيبقاش ديما صالح لكل زمان ومكان. تحيه عاليه للاعب الخلوق فخر الدين والذي لم ياخذ حقه في عالم كره القدم. لا لا الحمد لله خدا حقه في كره القدم. الله الا خدا شي حاجه اللي ما متاحش لبزاف ديال الناس. الحمد لله انا اللي كنشوف الحمد لله ما حسيتكش. لا لا الحمد لله وكل واحد كيفاش كيشوف دابا في عالم كره القدم على مستوى الاحتراف والتسويق، وداك الشيء الله اللي قسم الارزاق. داك الشيء اللي كاين، وحتى القانون ما عاونكمش واحد الوقت، كل شيء بزاف ديال. ولكن شوف واحد القضيه، ما تدخلش في الارزاق لانه سيدي ربي قال لكم ان تعدوا نعمه الله فلا تحصى. نعم الله لا تحصى، وتحت الاختيار ديالك ماشي انت اللي كتختار. ملي كتسمع راسك ملي كتولد منير مقرر لك امتى اش غتاكل ومتى غتموت ومتى غادي، فما بلاد ما يبقاش. احمد الزجاري قال لك ولكن احسن هديه لهذا اللاعب وحب الجمهور، تحياتي من الولايات المتحده الامريكيه. ها هو جاوبك بهذيك اللي بغيتي تقول ليه. وحنا يكفي منير، انت شتي البارح كيفاش خارجين انا وياك حدا، حنا ديما تنقولوها هذاك الشيء، حب الناس كيتباع بالفلوس. ايوا الطاكسيات كلاكسوني والناس كذا كتفرح منير والله العظيم الا بحال ضربك اش نقول لك، عطاك خبزه راه هذاك السلام وذاك الحب وذاك الشيء راه ما كيتباعش. كي قلتيها ما كيتباعش. صفر الدين، بغيت الراي ديالك. مرحبا خو عصام كسي ام. مرحبا خو. بالرغم من الاسماء التي يمتلكها، اين مرعب منتخب السنغال الرعب؟ اين القوه التي يمتلكها؟ فريق يظل يدافع طول المباراه ويحرز اهداف من اخطاء مدافعين خصوم، او يسير بمباراه الى ركله ترجيح. دابا تحكمت على السنغال البارح، يمكن هذا الشيء اللي قلتي كان البارح، ما كانش ديك القوه، ما كانش. لا البارح كانوا فاقدين، لانه فاس. انا كنقول واقيلا جوج الحوايج كاينين تمايا، التغيير اللي عرفوا المنتخب الايفواري لادفيرسير، حيت كوت ديفوار والكاميرون نيجيريا غانا شكون اخر بزاف ديال المنتخبات كاع الشابو واحد. لا في العهد ديالها، في العهد ديالها هذا هو النيفو ديالها، ملي كتلعب معاك كتخلق لك مشكل. ديما كيكون بحال دابا دير نيجيريا كاميرون اكثر من ديربي، حتى ديال البارح فوالا تقول كاميرون كوت ديفوار تقدر تقول ديربي، وانت غادي غانا اليوم هو كيتكلم على الكوت ديفوار اللي دازت بهذاك لو نيفو اللي كان ضعيف جدا، ولكن راه الكوت ديفوار ديال البارح لا علاقة لها، عطاتنا الوجه ديال الكوت ديفوار الحقيقي اللي كنا كننتظرو. ثم غنختم بعبد الله. عبد الله قال لك بالنسبه لهذا الماتش عطيه الله احسن لاعب لانه لعب ضد سان داونز بزاف. لا ماشي هذا العامل، راه واحد القضيه منير عندك تكون، لا ما يتخادش. دابا هنا ولينا بحال كنديروا اختيارات ما بين عطيه الله ومزراوي. حنا علاش كندوي دابا؟ انا كندوي على قلت لك انا اللي موجود راه هو اللي دركاك عارف شكون اللي موجود.
حيت انا اللي حدد لي مول غير هو اشاك فوا بنادم يدخل وندون نقولوا لي مزراوي مزراوي هناك انا ما عرفت هذا الراي ديالي انا عطى الراي ديالي مزراوي شي مي غيكون موجود انا عطى الراي ديالي غادي يعرفوا بانه وليد الركراكي عند واحد 80% غادي يدخلوا نعطى واحد الراي قبل ما نحرر المراد دابا مزراوي قال وليد الركراكي انه موجود اوبيراسيونيل غادي اي مدرب كيحترم راسو ما غاديش يشد لعاب وغادي يدير ليه تقف صعيب الحال اولا حاجه اول حاجه صعيب افترض ان السيناريو مثلا ان شاء الله ديال الماتش اليوم مشى معاك الدقيقه 70 وداك الشيء وكنتي انت مهني الامور تقدر تشوف مزراوي يعطيه داك شويه لو طون جو يدخلو في المنافسه اولا لا قدر الله في المباراه اليوم ولا في الادوار اللي جايه لا سهل الله ولا قدر الله ما لي كارطون لي بليسور داك الشيء ما عندك حتى شي واحد غادي يسد به غادي هذيك الساعه غير فوالا هذه هي الاحتمالات بعد الا كنت غلط يقول لي هي هذه الاحتمالات وما عرفتش اش كاين اما باش هكا لا للضروره صعيب وتجيب واحد لعاب صافي لونطون وكالس داك الشيء وجيو تلوحوا صعيب عليه الحال صعيب الساعه الثانيه ودقيقه باستوديوهات شدا اف ام فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام دابا كتسمع على شدا اف ام على شدا اف ام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام نقراو التعليقات ديال اصدقائنا سي امبروسيني اهلا وسهلا استكمل النقاش على المقارنه بين مزراوي وعطيه الله احنا ما قارناش اخويا الله يجازيكم بخير قلتي استكمالا للنقاش على المقارنه نناقش مزراوي وعطيه الله حي لان الاصدقاء كتبوا لنا علاش كتفضلوا مثلا هذا احنا ما فضلناش ولكن لم نقارن بين مزراوي وعطيه الله لان كل واحد وبروفيل ديالو اظن ان الالمان والله لا عطاو شي اورو لاي لاعب حتى كيكونوا عارفين قيمته وي اذا الفريق راه كاين ولكن حنا في مجموعه شي كيكمل شي انا متفق معك هنا ولكن حتى المدرب يعرف عن قرب عطيه الله ملي كان في الوداد وملي استدعاه للمنتخب الوطني ولا ماتش اللي دار معاه في كاس العالم وطيله المعسكرات كان هو حاضر معاه باش ما نهضرش عليه انا واش ماشي عبد الحميد احسن من سايس لان سايس ثقيل نور الدين رمضاني ما عرفتش ان شاء الله نربحوا اليوم ولكن ما نخرجش في الليل كاين البرد وان شاء الله غير نربحوا ديك الساعه وما تخرجش سي محمد بينالتي كلير لا كاف فو سو ديباراسي دو بي اورغانيزاتور لا ولكن تحيه كبيره لكم من رين ليكس بيزانسون اداء كارثي البارح ديال القزاز في الفار صراحه ان شاء الله اليوم مربوحه جيسبر يكون انيفرسير ديالي اليوم في الاخير يا ربي الركراكي ما يتفلسفش ان شاء الله غير تكون الاختيارات مضبوطه وجويز انيفرسير ايوب السلام عليكم طارق من مراكش المنتخب الوطني في صراع البقاء والحفاظ على ما ندخلوش لهاد الشيء السي طارق عطا المهم هضرتي على المساله ديال الاجناس وهذا التي غيرت العديد من المفاهيم على الحفاظ على قانون لا البقاء للاقوى في الملعب هي اللي اقوى في الملعب اللي دار نتيجه احسن من الاخر هو اللي غادي يبقى تحيه لكم من حدا جامع دوره المذاكره في حي عادل تبارك الله على با حسن عبد الحميد وسايس تقال بجوج الكرواتي ايفان راكيتيتش ينتقل الى الشباب السعودي تحيه لفخر الدين كنتمنى تكون مع وليد الركراكي في المنتخب اشرف واخا تيجي نقولها ليه فخر الدين واش ما كتشوفش ان المغرب كان سبب في تاهل كوت ديفوار وذلك الهدف اللي سجل السنغال في الاول هو السبب اللي خلى كوت ديفوار ترجع والسنغال طيح الريتم ربما بونجور دو دالاس تكساس سالو اسا جو جو موروكو كازاوي عمر من فرنسا السلام عليكم سي منير الاستاذ فخر الدين ان شاء الله مربوحه خدام بالقميص ديال المنتخب سي عمر الحطر علاش اصلا دمع بوفالي الا كان مضروب واش ما كاينش لعابه في المغرب فايبن هضرنا على هذا الشيء في مساله الاختيارات في الاول ديما كنسمع لكم اليوم راني في روتردام الله يحفظك السي عصام تبارك الله عليك عمر وزاني ورقه حمراء ليماني
عندنا نسلاوي لا كومبوزيسيون سولون فخر الدين. فخر الدين ما يعطيكش لا كومبوزيسيون ولكن غادي نحاول نركب معاه شي حاجه. سي مونير السنغال والكوت ديفوار نفس المستشار الرسمي الا فكرنا بمنطق المستشار شكون غادي يفضل يبقى ويكمل المنافسه. ما كنظنش انا مستشار في لا حيتكون بغى المستشار يخليهم ما يحضرش لهم هذاك الشيء اللي وقعوا له في الاول. يقول كان المستشار غير يدخل لا حيت لا المستشار ما كيدخل بحال ديك ضربه جزاء ما ياخذوهاش هذاك النهار هذاك المنتخب اللي نيجيريا ياك كل المستشار غيدخل ما غاديش يكاليفي هذه باش تلاقى مع الاخر فوالا الله يرضي عليك غيدي كل وحده من طريق حنا بغينا البنان مشوي كاين عندهم بنان مشوي كلشي اه ما كيعتمدوا على ذاك وسيرتو ذاك الحوت مولي اللي كيكون ناشف بالشمس ولكن ما تقدرش عليه كيحوجات كي حوت بحال القديد اه فوالا كفر ولكن تبارك الله هذيك الطبيعه ما تقدرش انت تاكل ذاك الشيء. زكريا العكريم تبعكم زكريا متتبعكم زكريا من دوسلدورف من الخدمه طالب شهاده اف ام مرحبا بك السي زكريا كثر خيرك بارك الله بونو سايس اكرت حكيمي عطيت الله مرابط حارث اناحي عدليتي سودالي زلزولي محمد لوريدي تقدر ممكن تقدر سيمونير طريقه السودالي لازم ياخذ الفرصه ديالو بونجور ديما ماروك تبارك الله على البرنامج شكرا الله يكثر خيرك خويا بارك الله فيك في نظر سي فخر الدين هل هو مقتنع باداء المنتخب خصوصا في الجبهه الهجوميه على غيلان واش عندك شي فكره على اللاعب ديال الاردن اللي تغاوت مع الصطاف المغربي دردور وقفوها الاردن مزيان انا نحافظ على المجموعه هذاك الشيء اللي دار سير ما خلى حتى واحد تحافظ على المجموعه ان شاء الله نتفائل بالخير تحيه لكم من نيويورك يا ربي تسهل ونتاهلوا ان شاء الله يا ربي تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين سيمونير راه محبة الناس احسن رزق سؤال في الكره الفخر الدين شنو هما نقاط القوه ديال النصيري والزلزولي واملاح باش كيتميزوا عطا كل واحد الواحد عنده الكاليتي دو جو ديالو واخا ندخلوا للفريق الوطني المغربي فخر الدين الان الفريق الوطني المغربي مع منتخب جنوب افريقيا وجنوب افريقيا بغض النظر على ديك النقطه اللي كيهضروا فيها الناس بزاف ديال ماميرودي سانداونز كنظن سانداونز مع مكوينه بوحدها لا لا يمكن كاين لوساتور هنا ولكن مع مدرب اخر مع مدرب كتكون عندك نظره اخرى وتكتيك واحد اخر واللي بغى يتفرج في واحد الهويه يشوف جنوب افريقيا شنو داروا مع تونس عطاوهم الكره بحال لعبوا كونتر ناتور ديال داكشي اللي كتعرف على علاش هما كانوا كيقلبوا على تعادل ديك الساعه مع تونس جنوب افريقيا كانت كتقول حنا تعادل احسن لينا من سميتو ماشي هزيمه بالنسبه للفريق الوطني المغربي نمشي لك لهذيك المساله ديال السرعه واللي خفيف واللي ثقيل واش ماتشات بحال هادو في دور التومون كتلعب في هذيك المساله ديال اللاعب اللي ثقيل رزين ولا ذاك اللاعب اللي يقدروا يديوه لي زاتاكون ديال ليكيب ادفيرس بالسرعه ولا لا حنا بغينا نتكلموا بواحد ونعطيو واحد ملخص انا نعاود ناكد لك ولا نعاود ندير تكرار اللي تكلمت عليه البارح ولا البارح حنا دابا خصنا نساو دوك ثلاثه المباريات اللي لعبنا ما كنقولش كنساوهم هي كنساوهم بطريقه ديال النسيان كنساوهم بواحد كنحطوهم فواحد الخانه ولكن كنخرجوا منهم داكشي اللي قدرنا نخرجوا منه لا حنا كلعابه ولا المدرب ديال المنتخب الوطني انا ما كنظنش بانه هذاك الماتش ديال تنزانيا وديال زامبيا وديال الكونغو غادي يمشيو هباء منثورا يعني ما غاديش يتحطوا في الخانه ديال المباريات اللي لعبنا معاهم ونشوفوا داك الشيء اللي وقع اليوم خلاص اليوم دابا اليوم ده عبلتي اليوم حنا دابا ملي غادي ندخلوا لهذا الماتش كاين تغييرات وقعت دابا طرات ما بين الشوط الاول وهذا الشوط الثاني اللي غندخلوا فيه دابا حنا الشوط الاول كان عباره على مجموعات كنتي كتقلب على الشوط الثاني للمنافسه الشوط الاول كان عباره على 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 على, على مباريات كتبحث على ثلاثه ديال النقاط العرض ديالك والعطاء ديالك تختلف ما بين المتوسط لا باس به حسن تقدر تكون دون المتوسط فهادو هما الماتشات ديال البريمي تور وخير دليل على ذلك الى استثنينا المنتخب النيجيري والسنغالي والكاف فير وذكروني الا كاين شي منتخب اخر اللي كانوا اللي عطاونا داك الوجه ديال المنتخبات اللي يجب
الاحتياط منها على انها مرشحه وزيدوا ما يزيد ما عليناش. اليوم كتدخل الفينيش مباراه ديال 90 دقيقه ولا 120 بحالها بحال احسن حاجه وقعت من خلال هاد كوب دافريك هي في الاول ماشي حنا اللي بدينا البطوله، هذه كانت نقطه مهمه بالنسبه لينا حنا الاخرين. لا تفرجنا في كاع الماتشات كيف شفنا كاع دوك المنتخبات اللي كانت هي ما مصنفينهاش الناس وحطينا في واحد الخانه ديال ديك المنتخبات ضعيفه خلقت مشاكل، منها الكافير اللي شاف الكافير والانتصار ديالها وشاف غينيا الاستوائيه وشاف تيقول هذا حبس هذا ما كاينش وراك المنطق، هذه كتشجعك هذه وحده. اليوم عاوتاني شفنا المباريات ديال التومون كلهم وشفنا كيفاش دازوا المباراه ديال التومون بانه حتى هي المنطق ديالها هو ساعه ونص فيهاش حنا كمنتخب مغربي وانت كمنتخب جنوب افريقيا ولا ما كايناش، اللي كاين هو خصني نوجد لهذيك 90 دقيقه كي قلت لك ولا 120 ولكن شنو هي الطريقه اللي غادي ننهج انا كمدرب ديال المنتخب الوطني في غياب بوفال اللي صراحه كاين عنده حويجات اللي كان كيديرهم سلبيين ولكن عنده حويجات اللي هما ايجابيين، ومن الحويجات الايجابيين واللي تنبغينا في كره القدم واللي كنهضر لك دائما عليهم هو ديك التوغلات، عشاك فوا كتلقى كيدير ان دريبل ولا شي حاجه وكيمشي لك. سؤال واش شفتي هذا الشيء في هاد لي ترو ماتش اللي دازو؟ ما كانوش بالضبط مع زامبيا، بالاخص مع زامبيا اللي كانت عندك امكانيات ديال الفراغ وكان عندك بزاف ديال الحويجات ما درتيهمش، وجو بونس بان وليد ما غاديش يكون قابل ذاك لو جو اللي كانت تلعب ذاك النهار. ما عليناش دابا بوفال ما جاوبتينيش افخر شنو هو؟ واش هادشي اللي الايجابيات ديال بوفال؟ ما دارش ذاك ما دارش ما دارتش انا كنقول ما جاوبتيش كنقول ما جاوبتيش قلت لي زامبيا وقتها كان مع زامبيا وقتها كان ديجا مع زامبيا تنزانيا ودخل مع لا لا خلينا كندوك على علاش بغيت انا نوصل لتنزانيا، انا نعطيك الختام على زامبيا لان زامبيا كان عندك مساحات اكثر من ما بغيتش نجبدوا لك مع الكونغو وما جبدوش لك مع 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 تنزانيا، يعني مع تنزانيا با بروبليم ماركيتي ثلاثه وكل شيء كان يقدر يوصل. ارى لي الماتش الاخراني مع زامبيا مع زامبيا اللي كان عندك تقريبا واحد لا هو ولا اوناحي كانوا عندهم مساحات بزاف كثيره فارغه وما بروفيتيناش. ما عليناش دابا بوفال ما كاينش غادي نتكلموا على اللاعبين الاخرين. اذا ستا ماتش هذا اللي غادي تلعب انت مع جنوب افريقيا ماتش شفنا الفرق كيفاش كيلعبوا، اعطيني انت شي فرقه في النظريه ديالك مع تضرب السنتر مع هي اللي غاديه كتهجم صرار كتلقى الكره ملعوبه ترونكيلمون كل واحد كنتسنى كيفاش النهج التكتيكي. انا لا اظن بانه البلجيكي ما دارش فيزيوناج للمنتخب المغربي سي سور غيكون شاف الماتش مره ولا جوج ولا ثلاثه زيد عليه. بالنسبه للوليد الركراكي لا ميم شوز في الديكلاراسيون ديالو قال لك حنا الماتش اللي كنا لعبنا معاهم عنده الحق ماشي هو الماتش اللي غيتلعب دابا اليوم. انا الطلب اللي طلبت البارحه شنو هو اللي خصو ان شاء الله يكون اليوم هو داك الفوليوم ديو ديالنا حنا اللي دابا كلشي تيهضر عليه، تزادينا في الفوليوم ديو كانت عندنا لا ريوسيت من الاول، يعني اي اوكازيون طاحت نصيري ولا زلزولي ولا املاح ولا جو سي با ولا اللي كان ودخلات راه تكون عندك قضيه مزيانه. ما عرفتش انا زياش واش يدخل ولا ما يدخلش، انا هادي تاهي نقطه شويه خلق لي انا مشكل بالضبط. علاش؟ لان ملي كتقول الجور بليسي وتقدر تغمض عينك وتغامر به هادي الشيء تاهي شويه صعيبه على المنتخب المغربي صعيبه على زياش فهمتيني، حتى كوب دافريك ماشي سهله منير ولي كونتاكت فيها كاينين لي كونتاكت واردين كاينين انا جو بريفير يمكن وليد حسن مني في ولي عارف المجموعه ديالو واحد ابط 100% احسن ولا واحد عنده 50 يكمل 50 ما يكملش هذه نقطه. اذا الا كان الفوليوم ديو زدنا على دوك تروا الماتش اللي لعبنا اللي كلشي جمهور تيقول لك كنلعبوا ميطون كلشي كيتكلم عليها ولا تيقول لك كنلعبوا 35 مينوت اغلب المتتبعين الرياضيين والجمهور المغربي ملي كيتلاقى معك في الشارع تيقول لك اخو فخر الدين كنلعبوا على ميطون. واش نقدروا اليوم بالطقس اللي الحمد لله دابا كيتلعب مع 9 الليل واش نقدروا نزيدوا في الفوليوم ديو ديالنا؟ وملي تنقول لك نزيدوا في الفوليوم ديو ديالنا نحسوا براسنا بانهم حنا واقفين ند لجنوب افريقيا ما نخليش لهم فراغات بحال الماتش اللي شفنا البارح. يعني نكونوا
ما عيانينش فوالا ما تكون ما يبانش لك على انه في مينوت تيران حيت ملي كيكون مينوت تيران ماشي سيفيزون شكون هو اللي كياكل الدق وكيقدر ياخذ كارطون روج مرابط وسيس حيت لي بال اللي كيضيعوا كيلقاو واحد اكسيال اللي هو امرابط تيولي يدير شي تدخل ماشي هو هذاك وسيس اللي كيلقى راسو فاصافاص اللي كيلقى راسو فاصافاص هذه 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 هذا منتخب تقنيا كرويا تيلعب الكره تيحط الارض تيدريب ليك وكيزيد وكيدير كل شيء واحد القضيه اخرى هادو هذا بلاتي زائد حاجه اخرى عندهم واحد الامتياز الجو اللي غيلعبوا فيه اليوم كيلعبوا فيه في سان دونس وفي داك سميتو بحال كتقول انت الطقس ديالهم هذا هذا الطقس ديالهم مليون في المئه بالرطوبه بداك الشيء بيان سور الطقس ديالهم هذا تيموتوا مع هذاك الضوء بحال هكاك شاعل وهذاك الشيء اذا حنا غادي نواجه واحد الفريق انا قلت هذاك النهار مازال كنأكدها لافونتاج اللي ان شاء الله اللي بغيتو يكون عندنا اليوم هو داك لو ديال وداك الشيء نقدروا نكونوا كاين واحد غياب اللي اعتدنا نشوفوه واللي عاوننا بزاف في لاكوب دي موند وفي بزاف ديال هو حضور سيس واكرد في الكاري 18 متر كنا كنشوفوهم اكثر مره كيمشيو يضربوا بالراس كيزقلوا كيديروا ولينا كنشوفوهم مؤخرا الحضور ديالهم ما بقاش واش كيقولوا الا كيخافوا الا تقطع الكره وتولي ان كونتر ويخلق لنا مشكل واش وليد الركراكي تعليمات ديالو على اساس فهمتي هنا هذه حويجات حيت هذا ماتش ما ماشي ساهل وقالها هو وليد ويقولها نامبورت كي اللي كيشوف دابا الويتيام فينال ستا ماتش تري تري ديفيسيل ملعوبه فيه بزاف ديال الحوايج المونير ديال العوامل من العامل الاول وهو داك التركيز ديالك انت الظهور ديالك بواحد المظهر احسن بكثير من المباريات اللي لعبتي بثلاثه وثم وتبان منير في الملعب على انك حاضر ما تبانش بانه رافع اي لحظه تقدر تانكيسي ولا شي حاجه وتبقى الكمال لله لانه الدور عاوتاني كنقولها دائما انايا تجيك شي اوكازيون ولا شي حاجه في الدخله الاعتماد اكثر وقيل على لي مونتي ديال حكيمي وديال سميتو ديال عطيه الله ولا كاتونسيون مع الفراقي بحال جنوب افريقيا عندهم دي جوار منير تيطيروا في الجناب الا مشيتي تخويتي لهم فسميتو خليتي الفراغ واللي ما عندهمش زيادات كيلعبوا ديريكت باس واحد كيقدروا يوصلوا به سميتو ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام ومن بعد غادي نواصلوا معكم الحديث والرقم الهاتفي 0522 36 05 36 مرحبا بالاراء ديالكم بالاتصالات ديالكم بدايه من هاد اللحظات بيرمينو هي منصة رقمية لتعليم السياقة تم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع مهني قطاع تعليم السياقة بالمغرب وهي موجهة لفائدة جميع مهني القطاع والمرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة المنصة كتسهل عملية التواصل والتنظيم بين مؤسسة تعليم السياقة والمرشحين المسجلين بها وكتضمن تكوين في مستوى جيد كيتماشى مع مقتضيات مدونة السير والمبادئ العامة للسلامة الطرقية اليوم أصبح من الممكن للمهنيين تتبع تقدم مراحل تكوين جميع المرشحين المسجلين عندهم بالمؤسسة وتنظيم حصص التكوين والاطلاع على جميع المستجدات في مجال السلامة الطرقية هذه المنصة كتمكن كذلك المرشحين لاجتياز الامتحان من الحصول على معلومات بيداغوجية دقيقة وفيديوهات تعليمية متنوعة في جميع المحاور اللي غادي يحتاجوها بالإضافة إلى تقييم للمعارف كل محور قبل ما يتقدموا لاجتياز الاختبار النظري وللمزيد من المعلومات المرجو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة www.permino.narsa.gov.ma منصة بيرمينو كتندرج ضمن جهود نارسا من أجل الرفع من جودة التكوين على السياقة وبالتالي تحسين شروط السلامة الطرقية في بلادنا واش في خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود الوقود العادي والوقود العالي الجودة ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي بغيتوا الوقود العالي الجودة بطبيعة الحال ولكن بلا ما نخلصوا أكثر إيوا عليكم بوينغسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في ستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي المازوت وليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينغسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر ايوا موعدنا في جميع محطات وينغسو باش تعيشوا التجربة ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كتر وينغسو كتعطيكم ديما كتر
أمالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا، تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار السقه عليك بمنتوجات ار اش عند كازا دريب. ار اش عند كازا دريب؟ ايه ار اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات السقه لا من لي راكور ولا لي فان، كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي فلاحة، في حلقة اليوم غنتكلموا لكم على تقنية تقليم الصيانة والإثمار وتجديد الأشجار التفاح. فالهدف من التقنيات وباش نقيو الأشجار ديالنا ونوازنوا بالعود والأغصان والأوراق والثمار، ونساعدوا الأشجار تشد توازن تعطينا ثمار وغلة وافرة في المواسم المقبلة، ونمكنوها من أشعة الشمس والتهوية. وهذه العمليات كتساعد الفلاح من حسن استغلال التغذية والماء، وكتنقص من الأضرار الناتجة عن الحشرات والأمراض. وهذه التقنيات ديال التقليم كتبدا من بعد سقوط الأوراق حتى قبل بداية خروج البراعم، واختيار وقت التقليم مهم بزاف. فإلا صبرنا أشجار التفاح في وقت مبكر بزاف، فكنزيدوا من خطر الإصابة بأمراض الصقيع، وكذلك في الزبارة في وقت متأخر بزاف كيؤدي لتأخير ديال النمو. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، بالنسبة لتقليم الصيانة والإثمار، فهو مجموعة ديال العمليات اللي كنديروها كل عام، والأهداف من هاد العمليات هي ترقية الأشجار من الأغصان اليابسة المكسرة والمريضة والمتحكة والزايدة، وكتمكن الشجرة من الحفاظ على أغصان السادة السابقة مع مراعاة تقريبها من الفرع الأساسي، وهذا كيسهل عملية التهوية ودخول أشعة الشمس والإزهار ونمو الفاكهة. ولازم نحتفظوا على الأغصان المثمرة ونشجعوا نمو الأغصان الجديدة، فعملية تقليم الصيانة والإثمار كتساهم في نمو المتناسق ديال الأغصان الموسم القادم، وبالتالي في الحد من ظاهرة التناوب. والتقليم ديال الصيف كيعطي الفرصة للفلاح باش يصحح ويدارك أي غفلة أو أخطاء أو تشوهات اللي ارتكبها الزبار في التقليم الشتوي، وفي نفس الوقت يمكن يخفف بعض المجموعات ديال الأزهار والأوراق والثمار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وبالنسبة لتقليم التجديد، فهو مجموعة ديال العمليات اللي كنديروها في حالة الشجر ما تمش التكوين ديالو في السنوات الأولى بعد الغرس، وكيهم كذلك الشجر اللي كبر ونقص في الإنتاج ديالو نظرا لقلة الأغصان والبراعم. وكينقسم هذا النوع ديال الزبارة لتقليم التقويم وتقليم التشبيب. وتقليم التقويم كيهم إعادة الهيكلة ديال الأشجار اللي كبرات بشكل غير مناسب، وهنا كنتدخلوا بهدف نصحوا ونعطيو الشجرة فرصة جديدة للإنتاج. وبالنسبة لتقليم التشبيب، فكيتم إعادة تشكيل الشجرة من جديد عن طريق القيام بتشديب قوي كيمس قواعد الشجرة وإعادة التكوين ديالها من جديد. وهذا كيبين بلي التقليم ديال التفاح ماشي عملية سهلة، وكتطلب سنوات ديال الخبرة ويد عاملة مكونة مزيان. وفي الأخير نذكرك أخي الفلاح وأختي الفلاحة بلي كل ما قدمناه هو غير بعض الاتجاهات العامة اللي كتحتاج للاجتهادات الخاصة بك. كل صيف مختلف وكيحتاج لتدخلات وتقليم خاص وقت الخمول وخلال فصل الصيف. ويمكن لك طلب مشورة من المهندس الزراعي المحلي ومبادرة المثمر بالمهندسات والمهندسين ديالها كيعملوا جدي في هذا الميدان وفي مناطق قريبة من العالم القروي وراء الإشارات المتتبعين. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة. البطولة مع منير أبري، فخر الدين رشحي، وإيمان بوليد على شادة FM. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدايف مسمع. دابا فخر الدين جمال صحاب غيخرجنا من الكان دخلنا ثاني الشان. كان واحد الخبر عنده علاقه بالفوتسال، فريق الوطني غادي عنده 3 ديال المباريات وديه تحضيرا لكاس افريقيا، 2 ديال الماتش مع طاليان مزيان نهار 3 ونهار 6 مزيان لا نهار 1 ونهار 3 فيفري، وماتش مع صربيا نهار 6. عاديه الامور ياك؟ وانا هذوك نعتبرهم واحد المنتخب اللي عنده مدرب ديالو، البروغرام راه باين، ما كاينش شي حاجه تقال. في انتظار ان شاء الله غيكون شي برنامج ديال المباريات غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في مارس، والمنافسه غادي تكون هنايا في افريل. الاكراه الوحيد حسب ما قال لنا هشام تكيك شحال هادي هو الاستعداد لكاس افريقيا اللي غيتزامن مع رمضان، والمنافسه حتى هي غتزامن مع رمضان. توكل على الله هنا. توكل على الله، الكره في رمضان زوينه بالليل. سيرتو بالليل الفوتسال ديال رمضان، بعد الفطور. بعد الفطور كي هو الفوتسال بحال قلتي بدا كيتلعب في رمضان.
الحلاوة ديالو كيدار في رمضان راه تورنوات غير ذلك. الحاجة الثانية المنتخب الوطني قل من 23 سنة أو المنتخب الرديف، المنتخب اللي كنا ديما كنتكلموا عليه مع عادل الساح اللي فيه مجموعة ديال اللاعبين قل من 23 فيهم حتى المحترفين وكيوجدوهم ديما باش يكونوا الخلف ديال المنتخب الأول، حتى هما عندهم جوج ديال لي ماتش مع المنتخب الإيطالي دايرين ولكن منتخب ايطالي حتى هما بحال دايرين لاش ديال حسب ما قيل لنا واش ليكيب بروميير ديالهم غادي تلعب، كاين كاين واحد غادي يلعبوا في قاعه الوحده في قنيطره لي دو ماتش اميكو، قاعه الوحده اللي غيكون الافتتاح ديالها غدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مزيانه هذه القضيه ديال القاعات وحنا قلنا هذاك النهار انا كنت قالت هشام دقيق قال لك حنا امس الحاجه القاعات ديال الفوتسال يا ريت يا ريت نوصل واحد العدد او سورتو هذاك ملي كتقول قنيطره كتقول من بعد ديال فيها مشكل. شنو هو المشكل ديالها؟ المشكل ديال الدرك على القاعه اللي كانت دابا ما عندك ما دير والفرق كثار كلشي كان دابا شوف انا كنقول بانه في بعض المدن اذا تركزت على هذه القضيه ديال القاعات ودرناهم غادي تكون قضيه مزيانه ومزيانه حتى لديك المدن الصغيره اللي غتستافد اكثر، هذاك الوليدات اللي تيكونوا بعض المرات تيقلبوا على ذاك الفوطه 11 يقدر يتجه لك هو الميني فوت ديريكت، حيت عندنا وليدات اللي كيكون عندهم هذاك من صغره تيكون عندنا داك كيعز على داك البتيج عز على هذا، لماذا من الصغر يكون عندنا مؤطرين ويكون عندنا هذا. نتمنوا موني خير ان شاء الله مستقبل. غير هو اللي كاين ليكيب بريمير غتلعب لي ماتش اميكو ديالها في وركا محمد السادس والفريق الرديف غيلعب في قنيطره، ما كرهناش بغينا السي هشام الدكيك الله يجازيك بخير خرجوا لينا ديك ليكيب من وركا محمد السادس نشوفوها في وحلوا الباب للجمهور. انا با بور لانستون الا كيمشيو تما راه غير على حساب داك الارضيه وبزاف ديال الحويجات كتعاونهم الفندق هذاك الفريق اللي كيجي حتى هو اطونسيون موني راه القضيه ولات صعيبه دابا لا سيركيلاسيون صعابات الاقامه ولات تقدر تقع في شي اوتيل وانت هذا هذيك معموره كتخليك على انك الكونسونطراسيون توتال وكتجيب هذاك الخصم حتى هو كتحطو إيه ولكن في الماتش في الماتش خرج خرجت هذيك خرج عاوتاني تركب عاوتاني في البيس ومالك وتضرب واحد المساحه لا هيك انا شوف انا كنخمم انا كمدرب إذا خيرتيني أنا معك نبغي نخرج نلعب في ولكن كتقول لعب في معمورة وترونكيل وصافي ونمشي ومشاو داك النهار ليكيب الرديف لعبوا في السويد قدام الجمهور مشيتي أنت مع ليكيب بريمير لعبتي في البرازيل مع الجمهور مشيتي لأوزباكستان مزيان مزيان حلو الجمهور الله بغى يشوف ليكيب بريمير ديالو بغى يشوف شكون فينا ما كيبغيش هذاك الفوت الميني فوت ولا كنقولوا لي حنا كاع ما نسميه الفوتسال نسميه أنا الميني فوت كنبغي تفرج وتبغي تمتع وتبغي ونتمناو خير 0522-36-05-36 مرحبا بكل الاتصالات وكل الاراء احنا كنتظروها عرف استقبالكم جمال حكى جمال حكى الناس حكاك برافو. واش بالصح الجامعة المصرية رفعت دعوة ضد مبيمبا محمد يوسف ما فراسي شاخويا وهذو كيرفعوا دعوة ضد مبيمبا ضد الركراكي ضد كل شيء صافي اللي عطاه موني عنده ما يدير اللي عطاه لا المصريين هذو ماشي عرفت على المصريين كندويني ما فيما يتعلق بنا الجامعة الكونغولية البارح راه صدرت بلاغ انها توجهت للطاس للطعن في العقوبة وتخفيض العقوبة ديال الركراكي فتم رفض هذا الطعن من طرف الطاس حسب ما عندي انا دابا وحتى شكلا ومضمونا فيه نقاش حنا ماشي مشكل. اللاعب الموريتاني سيدي بون عمار ينضم الى الوداد الرياضي حميد اليعقوبي. انا لاحظت هذه الايامات ما بغيناش نهضروا على الانتدابات المعلنه والغير المعلنه بالنسبه للفرق تيسالي الميركاتو ان شاء الله غدا ان شاء الله في 12 الليل نشوفوا هذه المساله ديال المنع من الانتدابات وهذا البلاتفورم فيفا ثم يعني تاهيل اللاعبين عند ديك الساعه نقدروا نعرفوا كل فريق شنو اللي عنده نيت رسميا. بونو حكيمي أغرتيس عطيت الله المرابط سيباري عدلي أناحي زلزولي نصيري مع الجدية في عدم هدر الفرص ديال التسجيل وحد سعيد للمنتخب الوطني المغربي منتصرين بإذن الله سي هشام إن شاء الله. صفوان حمادة مع احترامي لشي وحدين ولكن ما تهضروش دابا على التشكيلات علاش فلان وعلاش فلان شنو كاين باش يعوض راه والو حتى البطولة هاد العام ميتة الله يرحمك خليو البطولة في افتقار والله ما كنبغي لك يبقى يسب في البطولة علاش راه صافي راه اللي فيها يكفيها خليو البطولة غنحمل المسؤولية شكون اللي خلاها هكا البطولة ما تبقى كل مرة البطولة ميتة راه عرفناها ميتة ما كملتش التعليق ديالك سمح لي راه مشى.
سي منير، بعد نهايه مرحله المجموعات ومرحله التمون ما تقييمك لاداء 140 صحفي في الكوت ديفوار؟ لا ما عندي حتى شي تقييم، اسمح لي الله يرحمك، مش انا اللي غندير تقييم الاداء. اللي غيدير تقييم الاداء هو المنابر ديال الصحفيين، وكل واحد شنو شنو راه كل واحد كان عنده اختصاص ديال سميتو، ثم المتلقي فوالا الجرائد اللي كيقرا المنابر الالكترونيه اللي كيشوف الاخبار اللي كيشوف لي فيديو الماده، نتمنى تكون تكون عندها حسن ظن الجميع. نمشيو ناخذوا معنا مصطفى من الدار البيضاء. سي مصطفى من الدار البيضاء، مرحبا سي مصطفى. السلام عليكم سي منير. اهلا وسهلا سي مصطفى، مرحبا. بخير سيدي لاباس؟ الله يحفظك بارك الله فيك. سي فخر الدين. الله يبارك فيك سي مصطفى. الله يطول عمرك. الله يرحم والديك فخر الدين. غير نسولك اخويا، واش دابا غير حنا في هذا كاس افريقيا، غير هذا الشمال، هذا تونس، الجزائر، مصر، هما الوحيدين واش سمعتي شي 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 ريكلاماسيون من الدول الاخرى هذوك جنوب الصحراء؟ بحالاش؟ مثلا بحال دابا هذا المشكل ديال الركراكي، هذا المشكل اللي كينوضوا لنا علاش الركراكي ديال علاش كون حي قال علاش هذا الاربط كل شيء ضدنا، وهذا جنوب الصحراء حتى وحنا كيشكي من شي حاجه جنوب. واش كاع المغرب كتشي كيجي واقف لهم على قلبهم؟ ما فهمتش انا. لا لا ماشي هكاك، ملي كتكون حنا دابا ما عرفتش كنتي كتصنتنا سي مصطفى ولا لا. انت ملي كتكون انت ملي كتجي من كاتريام من مونديالمون فهمتيني، كلاسي كاتريام وعندك بزاف ديال الامور، زائد الاقامه ديالك اللي كدير دائما كتكون في المستوى، وكيكون عندك تيكون كتكون انت هو الستيبل، كلشي باغي يلعب معاك، كلشي باغي يربحك، كلشي باغي يضر معاك. خير دليل على ذلك انت شتي دابا داك داكشي اللي وقع ضد المنتخب الكونغولي، شي حاجه اللي هي شوف انت ملي كتمشي كتركز على على المباريات ديالك، وحتى من ناحيه التدخلات ديالك خصك تكون انتيليجون كتعرف فهمتيني اش بنقول لك. لان حنا دابا عندنا واحد المشكل كنعيشوه، انت راك عارف اش كاين، ماشي مشكل حنا بحكم لا غير تنطيه بحكم السياسه المغربيه اللي حنا الحمد لله انت فوالا حنا مع الدول الافريقيه وعندنا بزاف ديال المنشات في افريقيا، وعندنا ابناك وعندنا 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 مغاربه اللي كتعرفهم السي مصطفى، اللي انا سبق لي مشيت لكوت ديفوار لقيت ناس عندها 30 عام 40 عام 50 عام تما، مشيت للسينيغال من الناس اللي كيبيعوا الثوب وداك الشيء، الناس تا هما عندهم 40 عام 50 عام، يعني اي دوله افريقيه كتمشي لها كتلقى مغاربه يحتفى بهم الحمد لله كيديروا. اذا حنا كنحافظوا على هاد على هاد الوجه اللي حنا كنبانوا به، واللي يمكن ما كيبغيكش عام واحد على قبل هاد القضيه، لان ملي كتمشي الحمد لله موروكو موروكو فيما مشيتي احنا الحمد لله مشرفين فينا، مشينا مشرفين احنا مشينا لا انا سبق لي زرت بزاف ديال الدول الافريقيه الحمد لله. نعم. ودائما ما يخرجك تمشي نيجيريا يخرجوا لك مغاربه، تمشي لغانا لا بدا ما تلقى مساك الناس مشاو تما الظروف جابتهم واش خدمه واش هذا. اذا حنا خصنا ديما نحافظوا على الا جينا نبقاو نديروا احتكاكات وهادشي ديال التصادمات ما غتساليش. ديال لي بوليميك اخويا راه لي بوليميك راه شوف شكون اللي كيديرهم لك، راه كيديرهم لك خصوم اخرى اللي غاردين في نفس يعقوب. ولكن حتى حنا خصنا نكونوا شويه راه علاش كنقول لك انا دائما شوف على حنا اسمح لي مرحبا بك مرحبا بك. بحال البارح سي وليد طرحوا علي ديك السؤال قال لي واش انت وقال لي كنمثل انا غير المغرب دونك كلشي ضروا خاطرو ومن حقوق راه حنا كنلعبوا المغرب واش هو دابا الدول العربيه راه واخا خرجت لي راه واخا خرجت لي شوف واخا خرجت لي راه ما خرجتش ليه عن قصد. لا لا هو انا راه طريقته راه شوف راه الطريقه ديالو شي راه هو تجلس معاه وتهضر معاه راه غادي يقول لك انا جو سوي راك عارف انتيا مع مصر ومع الجزائر ومع تونس ومع ليبيا ومع هذا ما عمره ما غادي يكون. وهو جا شوف السؤال جا في شكل والجواب كان في شكل ودابا شوف راه دائما الصدمات كتخرج شوف فين وليتي دابا غادي وشوف وما عندك صافي دابا تتلي اللي عطى الله اللي عطى الله عطى. تحيه لك سي مصطفى. الله يحفظك تحيه لك خويا تحيه لك. الركراكي اخطا في الجواب وخسر ود العرب. الله يا ودي الله يا ودي الذين شجعوا في كاس العالم. سي محمد بروشي شي بعيد. واش حكام الفار مغاربه اللي كانوا البارح ما عندهمش مسؤوليه في عدم طرد ساديو ماني؟ لا مصري اللي كلباه الكزاز وقيله راه كان غير مساعد ثاني للفار مصري هو اللي هضروا عليه الحكم المصري كيقول لك حكم مصري في الفار. هو النقاش على هو في الحقيقه كون عيطوا للحكم ومشى شافه غير سوا سيرو سيرتان ماني صلاح دروكبا ان جور اللي هو بيان كوني يقدر كيعطفوا كيديروا كيخرجوا داك شويه ديال العطف. لكن هادو كبار
نحميوهم ايه ماشي نعاونوهم لا، ولكن الحكم ارتكب خطا زين الدين زيدان نهار ضرب براس في هذاك الكوب دي مونديال الطانيان في البلاصه عطاه كارطون رجل، ما قالش انت هو زين الدين زيدان. سعيد من بن قرير، مرحبا السي سعيد. شكرا سي منير، شكرا السي فخر الدين، الله يبارك فيك السي سعيد. المهم عندي دوز انترفونسيون. الاولى هذيك لالا ايمان مرا ونص صحفيه وعندها الحق تقول كي اللي بغات وتسال كيف ما بغات، بغى الحساد هما اللي كيدويو. هذيك بنتنا ومغربيه ومشات تمثل شادا اف ام، وشادا اف ام هي المملكه المغربيه غير الحساد الداخليين ولا الخارجيين. لانترفونسيون الثانيه سيدي منير، احنا راحنا دايزين رغم كاين الحساد بحال واحد القسم ان كلاس كتكون فيها 40 اليف واحد ثلاثه لي زيليف اللي كيكونوا بريون، راه كلشي كيكون كيضدهم كي قال السي فخر الدين، كلشي بغى يضرب معاهم، كلشي بغى يمتثل ليهم، كلشي بغى يهز ليه المنجره، كلشي بغى يمخري ستيلو واني هو كاين هكاك داير لينا حنا قبل المغرب. ولكن سي سعيد، سي سعيد غير هو هذه المساله نقدر نتفق معك شويه، ولكن في الكره الحقيقه ديال الميدان بوحدها انت ملي كتلعب اللي غيحسدك ولا اللي غيبغيك هذاك راه على برا، المشكله كتبقى الامور في يديك انت اللي لداخل، انت اللي في الملعب 90 دقيقه، هذاك اللي حاسدك ولا ذاك اللي ما كيبغيكش راه ما معكش لداخل انت. شوف السي منير، شوف لينا هاد الناس الشرقيين جديرين. لا لا الله يرضي عليك سي سعيد، خلينا هنا انا مزوق فيك، خلينا هنا انا ما جبنا حد، خلينا في 11 لعاب ديالنا حنا الله يعاونها، الا كنا حنا مزيانين وواجدين راه ما كيهمك حتى شي واحد اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حيت لك ستيريور ماشي ولا انتيريور ماشي ولا غيلعب معاك، انت لاعب في ارضيه الملعب بوحده، هذيك عندها خصوصيات ديالها بوحده. حنا ناجحين غادي ننتصروا في الحكايه ان شاء الله، غادي ندوزوا رغم كيد الكائدين ورغم المستر سي سعيد زعما شكرا لك وجيب حاجه وحده الكائدين والحاسدين. انا والله العظيم ما كنحمل هذه الكلمه، حيت نشوف راسي بعدا انا بعدا نمشي نخدم انا عاد ديك الساعه الا بان بانه راه خدمت ودرت كل شيء وشي حاجه خارجيه هي اللي منعتني باش ديك الساعه نقدر نقول وراه، اما كل شيء في يدي انا، الا خدمت غادي نربح، الا ما خدمتش نتحمل مسؤوليتي ديك الساعه. سي منير، هل ارتكب الركراكي خطا باستبعاد عفاك جوج تسميات دراري عزاز علينا ما بغيناش نجبدوهم دابا، نخليو النقاش من بعد، نهضروا على اللي كاين دابا. ما هو كائن سي منير، تخيل لهنيها انك انت شي مسؤول على راس شي عارضه او شي جهاز بلاتي بحال شي عارضه ولا شي جهاز هنيها شي عارضه ولا شي جهاز، قال لك عارضه ديالاش ديال برا، قال لك هذه الهنيها نقلا من سكيتشات ديال الجم الله يعطيه الصحه، والموظفين ديالك كيطبلوا لك اكثر من القياس وانت عارفهم كيطبلوا، واش غادي تحترمهم؟ لا بالعكس راه دي باين، راه قلت هذاك المره غادي غنعيق بهم. صافي نهار يقول لي شي واحد برافو عليك عارفه انا كيغ ولكن نقدر نحترم هذاك اللي مره كيقول لي هذه ما عجبتنيش هذه ما عجبتنيش، راه لا كاينه حيت نهار غيقول لي راه هذه مزيانه ديك الساعه راه فعلا مزيانه لان جايه من والله اعلم، راه كاين عاوتاني اللي كيعجبو داك الشيء. وحنا نمشيو لبوزنيقه، طريق من عند بوزن، هذه غتكون شي مراسله من بوزنيقه. سي طريق مرحبا بك. مرحبا بك منير اوبي، فخر الدين جحي وكل مستمعات ومستمعاتي اذاعه شاده اف ام، كل عشاق برنامج البطوله نحور بارجاء المملكه داخل وخارج ارض الوطن، فباسم الوسط ارجوكم التالق والارتقاء اخي منير. تفضل. النتيجه والتوقيت سي طارق بوزنيقه. النتيجه والتوقيت تحل الاج كان كوت ديفوار 2023، منتخب وطني المغربي متفوق عن جنوب افريقيا في الدقيقه 90 بهدف مقابل شيء، موقع الهدف ايوب كابي. صافي دار شونجمون دابا ديجا درت هي التغيير. توكل على الله سي طارق، توكل على الله سي طارق تفضل. اذا ما تكون واقيلا شي كفته ماشي هي هذيك بوزنيقه اخويا، الريحه ديال الشوايه اخويا راه راه مقطره عليك. اشوف طارق راه دايره خدمتها ديك الريحه ديال الشويره دايره خدمتها. لا لا كاينه كاينه اخويا، راه كتدخل للمدينه كتستنسق الرائحه ديال الشويره. والله يا ودي راه صحتك اودي، على حنا كرهنا دابا شي شويه بالبصله ومطيشه مشويين. مرحبا اخويا فخر الدين.
تفضل طارق تفضل. يلا سير توكل على الله. خويا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي والمدرب مشرف العام المنتخب والاسود الاطلس وراشد بن محمود، حنا عندنا كل الثقه في وليد الركراكي وفي التشكيله اللي غادي يتم الاقحام ديالها، فما يكونش التسرع والتمريرات الخاطئه بين اللاعبين، وشكون الثقه بين اللاعبين ان شاء الله اللي دخل بغينا يؤدي الواجب ديالو. حنا ما ندخلوش في اختيارات ديال المدرب، فهو حر، هو اللي يعيش مع اللعابه، هو اللي كيتريني معاهم تيشوف لي سيونس لي زونطريمون لو جوور لي ارت وهذا، فاللي تكون فوق حنا بغينا يدير الواجب الدور ديالو يؤديه على اتم ما يجب. وفي الاخر بغينا حنايا غير المرور، حنا كنعرفوا جنوب افريقيا عندنا معاه تاريخ سيء لانهم انتصروا علينا ثلاثه المرات، يعني هما عندهم هذه الفكره مسبقا علينا. واش كان حنا عارفين المنتخب الوطني بالترتيب ديالو الاول في القاره السمراء والرابع في العالم، فيعني ما تستصغروش الخصم وهما تيلعبوا بديك السرعه اخويا منير. حنا خاصنا نستغلوا ديك الكونتر اتاك ديالهم، غيخليو فراغات في الخلف في الدفاع وتكون شي كونتر اتاك ونسدوا الميليو ان شاء الله، واللي غادي يربح النزالات الثنائيه في وسط الميدان المنتخب الوطني المغربي بقياده ديال مول سميشو عز الدين اوناحي سليم املاح وسفيان امرابط، نتمنوا يكون التركيز العالي بين اللاعبين وما يديروش اللي يمشي في الميليو، وان شاء الله غيكون التوفيق يحالف منتخب ديالنا الوطني المغربي. الجماهير المغربيه راه بحاجه ماسه للفرحه، وكنشوفوا كل شيء ولا تيهتم بالكره، كل شيء كيحلل، كل شيء تعرف يناقش، حتى العنصر النسوي ولا له اهتمام والمام بكره القدم اخويا منير. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي. تحياتي سي طارق. التوفيق. تحياتي سي طارق. شكرا لك سي طارق. كيشدها جبده وحده ما كاينش كاينش النقطه. تبارك الله على سي طارق. شكرا. هذا التيلا بغيتي تمونطي ليها جمال. ما عندكش ما تقطع. والو تبارك الله. فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لاستقبال مكالماتكم 0522 36 05 36. كيفانس تقدم زائر واحد زائر مشكل، رحلة ساعة ونصف من سفر كوميدي ساخر، ابدأ من محطة فاس يوم 26 يناير بميجاراما فاس على الساعة 8:30 مساء، ثم الدار البيضاء يوم 31 يناير بمسرح الفنون الحية ستوديو دي زار فيفان على الساعة 8:30 مساء كذلك. ايوا اش تتسناو؟ دخلوا حجزوا اماكنكم على موقع events.ma او بعين مكان العرض، وتسناو سلسلة التواريخ القادمة. Saviez-vous qu'il est possible de gérer vos noms de domaine, sites internet et adresses mail chez Infomaniac? Vous payez le juste prix et les données de votre entreprise restent au cœur de l'Europe. Infomaniac, le cloud éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. 21. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شادا إف إم. دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام. ياسر قموح، سفيان بوفال عنده جو نيجاتيف، كنظن ملي ما كاينش غيكون بوان بوزيتيف نكونو كوليكتيف كتر. ايوا خص تشوف اللي غادي رومبلاسيه واش على قدر يعني مستطاع. نمشيو للرباط، نكملوا من بوزنيقه للرباط، نمشيو عند سي منير في الرباط. اهلا وسهلا. السلام سي منير. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يحفظك بارك الله فيك. نتمنى التوفيق لاسود الاطلس هذه العشيه ان شاء الله. ان شاء الله. وندوز لكم واحد الضيف معايا. مرحبا. اي مرحبا. هاك السيد حناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعد. كي داير صريح؟ ياك لاباس. اهلا وسهلا. الله يلا مريض. هو ملي كنقول لك ندوزو دابا انت وليتي ديزا. دارش هذا تيشوفني وانت هذا فين شدك هذا اللي كان هذا اللي هذا مولي؟ معايا. معاك ياك لاباس. ضربك البرد ما الحال؟ اييه ما يكون باس خويا. وكيبقى رجليك؟ والحمد لله رجلي. ايوا. الفريق راك عزيز وغالي يا ولد الحرام.
سي سعد سي سعد سعد الدحان اللي عنده كيقول انا بابا كيقول اجا تعادي راك معنا في المباشر سي سعد الدحان كيما قال سي منير ان شاء الله جايزين ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله عندنا فرقه اللي تربح بي فرقه فادو اللي كاين في الكوب دابا ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليك نهار كبير هذا السي سعد الدحان لاعب دولي السابق وشكرا شكرا للسي منير اللي دار لنا المفاجاه قفلنا حنا قفلنا حنا وقفلنا دار لنا المفاجاه هذه لا الشريف بركه متخرج العينين احمد مفسح خويا شكون اللي خرج العينين شي واحد تما جمال هو اللي مخرج عيني ولكن ما كيبانش شي واحد مخرج عيني تما المغرب جوج جنوب افريقيا صفر الهدافين اكر دقيقه 15 مرابط دقيقه 50 محمد يوسف اييه لو كنت فخر الدين مكان رجلجي هل ستعتمد على النصير الذي يحتاج لعشر فرص لفرص لتسجيل فرصة وهل الصيباري يمكنه تعويض بوفال ننهضر على النصير بعد واش جاتوا عشرة الفرص في هذا الماتش اللي داتوا شحال خلقنا احنا كاع كايكيب كلها في هذه المباريات ما تنظنش شي مدرب ما يغامرش بالنصير ما تنظنش اموني اي واحد يتمنى يكون عنده نصيري في ليكيب في ليكيب لا في لاطاك ما نهضرش انا على ليكيب الشكل ديال نصيري انت كتشوف عدد كبير من المنتخبات لعبات عندها بحال داك الشكل ديال نصيري ما يمكن ما كي مي ماركيوش ولا هذا ولكن يقدروا ما عرفت هذا رايي ديالي واخا هشام من طنجه قال لي سي هشام سي هشام انا وسنك تبغي نقرا التعليق عاد ندوز لك مرحبا سي هشام كيف تبارك الله يبارك فيك السي هشام مبروك تحيه ليك والاقفاق الدين الله يبارك فيك السي هشام الله يبارك فيك ان شاء الله التوفيق في المساق ديالها الله يحفظك السي هشام وواحد القضيه نقول لكم على الاقل بعدا المهم هاد بزاف الناس المهم احنا ما نمشوش تفاصيل غير وكان انا كنقول هاد السؤال اللي يعني خلق الضجه هذا بحد ذاته راه نجح انا باقي ملي بدات كاس افريقيا ما سمعتيش السؤال يعني هضروا عليه بزاف وهذا بحد ذاته راه نجاح وكل واحد كيفاش كيشوف النتائج ديالو ونتمنى التوفيق ان شاء الله وبالنسبه اخ فخر الدين نعم خويا الله يرحم والديك بعدا كي منتقي دايري لاباس عليك الله يكثر خيرك السي هشام الله يرحمه واش مبروك عليكم راه تعزز علينا بلا ما نزيدو نجاملوك بزاف الله يبارك الله يحفظك اخي انا ديالي بغيت نهضر فواحد النقطه مرحبا واخا خليك معايا عافاك غير نقرا واحد التعليق بغيتو شي يدوز ما حدو باقي سخون مرحبا سي سيمو بن Mounir, avec mes respects, vos analyses sont médiocres. Il faut faire des formations et regarder plus les plateaux d'Europe. Tabarakallah, ala Sif Khardin, Sara Hadim. احنا اون في بارتي دابا غنمشي نشوف لي بلاطو مونير اون في بارتي انت دابا كتقول واحد القضيه دائما انت ديما انت كتعطي غير السؤال كتقولها زعما شهاده لله اسميت الصديق ديالنا سيمو سيمو بغيت نعطيك واحد النصيحه تحيه لك خويا سيمو الله يرضي Il faut faire un petit tour en Europe ah oui. et voir les réactions des internautes et des téléspectateurs en Europe. Aïe 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 aïe. Vraiment. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que الو هشام هشام مرحبا سي هشام ما في مشكل الله يسعدنا كاملين هشام مرحبا بغيت اخي فخر الدين نعم خويا انا بالنسبه اخي نهضروا في الكره بحال هكا مرحبا بك مرحبا بك ما كاينش العاطفه على المنتخب ديالنا باغينا يوصل لاي بلاصه مزيانه غير وكان هذا بالنسبه يعني في دور المجموعات حنا كان المنتخب كيخصو له بزاف ينتصر باش يبقى على راس المجموعه ياك اللي معنا كيفاش يدوز معنا كوت ديفوار ياك احنا ماشي زعما احنا دوزنا المهم كل واحد وزهرو كاين اللي يقدر يطيق كاين اللي يقدر يمهب احنا خصنا نبدا نكونوا راس المجموعه دابا نفس الخوف اللي عندي اخي فخر الدين لكم مباشره نقولها هذاك الفريق اللي هو داز بفضل يعني الانتصار المنتخب المغربي وليت دابا البارح ملي شفت ديك المقابله قلت كنخاف نطيحوا مع اخويا جبنا الكا والله كوت ديفوار شوف سي هشام نعم حبيبي انا نقولها لك ولا يعلم الغيب الا الله الا الله سبحانه وتعالى والله شوف ها باش نقول لك هاد القضيه شوف المنطق ديال الكره شتي هاد المنتخب كيفاش داز وكيفاش بان البارح والخاص بلاتي والمنتخب اللي حيد يعني كنقول انا دار امتحان البارح صعيب وداز ونجح فيه بكل المقاييس لا من ناحيه الوقفه ديالو لا من ناحيه يعني باش تحبس السنغال وما تخليهاش دير محاولات
فوالا رغم لا رابيديتي اللي عندي جوور ديالها وداك لا تكنيك وكل شيء انا كيبان ليا. وانا نقول لك نزيدك حاجه اخرى وحتى البوندو توش كيفاش تغير حيت المدرب كون بقى داك المدرب تيشوف نفس المشاكل ما كانوش قاعد يدوزو ما كان قاعد المدرب شوف مدرب كان جالس دايرين فيه ما بغاو. البارح كانت تغييرات كانوا دي شونجمون كانوا شي لعابه ما لعبهمش البارح المدرب هما راه جوج مدربين وبجوجهم دي زيكس انترناسيون زعما لاعبين الكره. نعم خويا هذه القضيه اللي كتقولي دابا خايف خايف قلتي هذيك النهار اييه قلت لك قبل لا ماشي هكاك ملي كتكون تفرج راه كاينه الفوضى. شوف انا القضيه شتي دابا دو الصبر مع الكونغو راه كاينه يديه تما شتي كاب فير خدام المدرب ديالها نيجيريا لا ميم شوز شي ملي كيكون عندك مدرب كيحط يديه ما كتكونش الفوضى. كاين منتخبات بحال دابا غانا كانت الفوضى كانت الفوضى صح. مدرب واقف تما كاينه فوضى كرويه لداخل ما كاينش نظام اللي كيبغي يعمل شي حاجه كيعمل ما عندي ما نسال يلعب ودابا انا بالنسبه لي غير وكان يعني كنبغي نقول حنا حنا متفائلين غير وكان يعني ان شاء الله المهمه ما غاتكونش سهله لان راه ما عندك حتى ماتش اسي هشام راه حتى ماتش ما عندك سهل داكسيني صافي ابتداء شوف ابتداء من اليوم حتى ماتش ما عندك سهل داكسيني كاين ويكون خير الله يبارك فيك. الله يحفظك سي هشام. شكرا لكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. الله يحفظك سي هشام. شكرا. الله يبارك فيك. اير غوفيس. سمية ديال الدواء. اتحدى الكل يعطيني لقطه فيها النصيري يروي الكره اكثر من مترين لانه للاسف يعاني اعاقه في الرجل حسب خبراء في طب العظام. واش غادي نقول لك انا نعطيك واحد. النصيري هو اللي كيلعب في سي في. هذا. لا واش هذا النصيري هو اللي كيلعب سي في هو اللي داير هذاك الهداف ديال سي في اييه بامتياز اكثر من مره تفرجنا في الماتشات ديال سي في لا كوب دوروب وكل شيء كنشوفوا كيفاش كان حاضر لا هو لا الحارس بونو يمكن اليوم الا كيشوف سميتو النصيري خصو دائما يدير واحد مقارنه ما بين واحد اللاعب كيلعب مع سي في واللي كيتعطاوه لي باس en profondeur ou à chaque fois qu'il est face au but qu'il est centrage ou avec واحد منتخب لي سيستيم ديو ديالو مع مدرب كيكون في شكل الاعتماد اكثر على المحاولات المضاده الاعتماد على شي حاجه اللي هي فهمتي هو اللي كيخلي النصير على انه يظهر بهذا المستوى. قالت لي واحد جوج ديال الدقائق بغيت نسولك فيها واحد السؤال تقني. مرحبا. وكنت مخبيه من شحال هذه ولكن دابا شفتي اليوم حيت بيني وبينك خايف منه. شنو هو في الفريق الوطني المغربي كنعرفوا ان داك الثلث الاخر هو نقطه القوه ديال المغرب سيستم ركراكي البلوك ديال فرنسي من كاس العالم وحنا جايين اللي فيه من دوك الاربعه في الوسط نعم. واش ما كتشوفش انه في هذا الكوب دافريك هذه واحد المساحه غدا وكتزاد ما بين مرابط اللي وراه وما بين سايسو اللي حداه ونايفو اللي حداه ولا اي فريق فيزيك مو يكون غمجهد عليك شي شويه كيقدر لا هو ما عرفتش فهمتيني فهاد عرفتك شنو بغيتي تقول بحال كتقول داك الالتحام اللي كان عندك في لاكوب دي موند واللي ما كانش عندك فراغات كثيره ما كانش كيلقاو حتى ولكن تما كنتي كتلعب خطه دفاعيه محضه هذه ما خصش ننساها الماتشات اللي لعبنا في لاكوب دي موند نفس اللاعبين لا بلاتي هو نفس اللاعبين ماشي نفس القوه ماشي نفس المكان الزمان بزاف ديال الحويجات داك الحماس انا باغي نلعب مع كرواتيا مع لا بلجيك مع الاسبان مع البرتغال لاعبين اللي عندهم تجربه ديال دوليه ولفين يلعبوا مع لاعبين محترفين ملي كتقول نصيري عنده لعبه تما لعب ضدهم في الاسبان بونو لا ميم شوز وانت غادي جيتي لواحد التظاهره ودخلتي لواحد التظاهره اللي كتكلم عليها دائما اللي لا تشبه بتاتا التظاهره ديال اوروبا ولا كوب دي موند ولا هذا وهي افريقيا بالطقس ديالها بالملاعب ديالها بديك الديويل ديالها بلي زيكيب المنتخبات ديالها اللي كيكونوا كيشاركوا بديك القوه البدنيه الظروف اللي جاو فيها هاد اللاعبين من بعد الماتشات اللي كانوا لاعبين في اوروبا داك التخوف اللي كيكون بغيتي ولا كرهتي ديال اللاعبين كلهم اللي كيجيو يلعبوا في كوب دافريك كيخاف على المكانه ديالو بعد ما تيكون محترف واحد الفريق تيبان ليه ان بليسور تقدر تبعده كاين اللي عنده تخوف الان دابا كيسول المكانه ديالو مع الفريق ديالو واش يرجع ويلقى المكانه ديالو اللي ما يلقاهاش مع مدربين محترفين هذه الاشياء كلها هي اللي كتخليك تشوف انت بعض مرات المستوى ولا كتقول لي اشنو هو دابا الدراري ديالنا
العكس تولي المنتظر ديالهم. وهنا حنا دابا الجمهور المغربي تينتظر من النخبه المغربيه هي اللي تهاجم هي اللي تبادر. علاش انت علاش ملي كتسمع دابا الناس كيقول لك ما عجبنيش يعني الماتش تيلمون الدراري عطاو فيه غير 45 دقيقه لا الدراري على 35 داكشي هذا هو الفرق اللي حاصل دابا في هاد لاكوب دافريك. وباش نختمها معاك نتمنى عاوتاني مره اخرى على ان في هذا الماتش مونير لو فوليم ملي كنركز لك على كلمه فوليم فيها بزاف ديال المعاني يعني تشوف دراري بواحد الوجه اخر بواحد جرينتا واحده اخرى امتلاك الكره نكونوا احنا دائما انت جالس في الدار وكتحس المتفرج كيحس بان المنتخب المغربي في اي لحظه يشجل. انا هذا الاحساس مازال ما حسيتش به علاتي ويه دابا شوف كله كيفاش تشوفها ديالو عكس ما كنتي كتشوف كوب دي موند انت جالس وكتقول هذه اسبان غادي تمحن معنا البرتغال تمحنات معنا لان احنا كنا كنعطيهم بوزيسيون دو بال. انا نتمنى نرجعوا لهاد العقيده ديالنا وتنقولوا لهم تنقولوا لهم اجيو عندنا اجيو مرحبا ومنين كيتموا جايين كتقلع عليهم اما من جهه المرابط ولا بوفال ولا جو سي با ولا لا ديفونس ملي كيدخلوا عندك كتولي اغريسيف كيبدا لي كيمشيو تيكونوا نومبرو العدد كيكون كثير كتاخذ ديك الكره كتولي انت مستغل الفراغات. وحنا نتمنى ان شاء الله بالتوفيق في الفريق الوطني المغربي. شكرا لك فخر الدين. تحيه ليك والمستمعين ديالنا نتلاقاو غدا ان شاء الله. وحنا مستمعينا الكرام راه غنتلاقاو بكم اليوم بدايه من 8:15 في البرنامج ديال النايضه ساعه نايضه مع الحبيب وغادي نرافقكم ان شاء الله حتى نهايه مباراه المغرب وجنوب افريقيا. كل التوفيق.